السلام عليكم، يعطيكم ألف عافية. أريد كيف حالكم بآخر محاضرة لنا خاص بالإنزيمات. طبعا هاي المحاضرة صدقا من أمتع المحاضرات عن جد بكل المادة، وكمان كتير قصيرة وكتير سهلة عن جد، يعني ما رح تاخذ معكم وقت بالمرة، على عكس مثل محاضرة الجلايكوليسيس بتاعت المرة الماضية. فالحمد لله، يعني هاي زي ما حكيت لكم كتير ممتعة، ورح تمر معكم كمان إن شاء الله الفصل الجاي بالباثو، ورح تمر معكم كتير بالحياة العملية كتير، يعني هي مهمة بس سهلة كتير. تمام، فخلونا نبلش فيها. أول شي رح نحكي عن اختراع بالحياة، شو اسمه؟ اسمه الأيزو إنزيمز. شو هم الأيزو إنزيمز بشكل عام؟ يعني عشان تفهموهم أكتر ركزوا معي يا أعزائي. هلأ إحنا زي ما تحكوا، مرات بكون أنا بدي مثلا أبني عمارة، تمام؟ هاي عمارة بدي أبنيها، ماشي؟ اوكي، هاي عمارة، تمام. ما علينا، المهم اني انا بدي ابني عمارة وبدي اجيب طوب وبدي ابني عمارة وهيك، تمام. اعتبروا انه هاي عمارة وهذا طوب. هلا انا هون طبعا اكيد شو بدي؟ عمال، صح؟ بدي عمال. هاي عامل، ماشي، هاي بدنا، اوكي، لا نلون لبسته احمر، تمام. وهاي عامل تاني بدنا نلونه بالأزرق، وكمان هي عامل ثالث، اوكي، بدنا نلبسه شو؟ بدنا نلبسه مثلا أخضر، اوكي، تمام. هلا الأول اسمه محمد، والثاني مثلا خلينا نحكي اسمه عمر، والثالث مثلا مالك، اوكي. هلا هدول ثلاث عمال، خلينا نحكي جايين يبنوا هاي العمارة. هلا هاي العمارة لما احنا بدنا نبنيها في تلت عمال، اوكي. هلا كل واحد فيهم له خصائصه، يعني مثلا محمد ما بحب الشوب، ماشي، ما بحب الشوب، اوكي. ايه، عمر مثلا وزنه كبير، خلينا يعني نحكي، اوكي. ومالك بحب الشوب. هلا هذا اسمه مالك، وهذا اسمه عمر، وهذا اسمه محمد، اسمائهم تختلف، صح؟ هذا بحب الشوب، هذا وزنه كبير، هذا ما بحب الشوب. خصائصهم الفيزيائية والكيميائية ممكن تختلف عن بعض. هلا هدول كلهم بالنهاية شغلهم انهم هم مثلا يبنوا لي هاي العمارة. هلا في انزيمات بالجسم بتكون نفس محمد وعمر ومالك. شو بتكون هاي الانزيمات بالجسم؟ بتكون والله زي ما تحكوا مسؤولة كلها انها تقوم بنفس الوظيفة، يعني مثلا كلهم بيعمل فوسفوريليشن مثلا للجلوكوز، كلهم نفس الوظيفة، كلهم بدخل عليهم نفس السبستريت، وكلهم بطلع منهم نفس البرودكت، وكلهم لهم نفس الاكتيف سايت. فهم هدول الثلاث انزيمات بكون لهم كتير خصائص مشتركة، واهم خاصية انه نفس السبستريت برتبط فيهم ونفس البرودكت بطلع منهم. بس اللهم كل واحد بكون يعني زي ما تحكوا له خصائص فيزيائية وكيميائية شكل، كل واحد له اسم شكل. وكمان شغلة انه هم بيبنوا، ما رح يكونوا كلهم بيبنوا بنفس المنطقة، لا، بتلاقوا واحد ببني هون، واحد ببني هون، واحد ببني هون. فهدول كل واحد، خلينا نكتبها، كل واحد فيهم زي ما تحكوا بكون بمكان مختلف عن الثاني، ماشي. فهون اذا انا بدي احكي عن الانزيمات، بلاقي مثلا انزيم محمد مثلا موجود بالقلب، اما الانزيم عمر موجود بالمخ، اما الانزيم مالك مثلا موجود بالليفر، وهكذا. فهمتوا كيف؟ فهي هيك الموضوع. نفس مثال هذول الشباب الثلاثة برضو كمان ممكن انا اشوفه بالحياة العملية، خلينا نحكي بالانزيمات، انه بكون انزيم مثلا مسؤول عن يعمل فوسفوريليشن للجلوكوز، في زيه بالبرين، وفي زيه بالقلب، وفي زيه مثلا بالمسل، ماشي. وهو جوا القلب مثلا اسمه افتراض، طبعا هاي الاسماء هيك بس للتقريب، مثلا بكون اسمه هو بالقلب مالك، ماشي. هلا هون بكون هذا بكون يحب الشوب مثلا، يعني بكون هيت ستيبل، يعني ما بتاثر مثلا بدرجات الحراره، وبكون له اسم معين ومكان معين. بس الفكره انه عمر مثلا لا، بكون له خصائص كيميائيه وفيزيائيه غير عن مثلا الانزيم هاد. بس شو، بس زي ما تحكوا انه المهم بكون الاثنين يدخل عليهم نفس السبستريت، والاثنين بيطلع منهم شو؟ نفس البرودكت. هذه هي الفكرة الأهم، يعني فهمتوا كيف؟ هلا نفس هدول مالك ومحمد وعمر، نفس الشيء عندنا مين؟ عندنا الايزو انزيمز. هدول الثلاث شباب انا لو انهم انزيمات شو بسميهم؟ ايزو انزيمز. شو الفكرة بالايزو انزيمز؟ هي انزيمات
إلها نفس الشغل، تستقبل نفس السبستريت وبتطلع نفس البرودكت، بس اللهم إلهم أسماء مختلفة. ليه؟ لأن بكون إلهم خصائص فيزيائية وكيميائية مختلفة عن بعض، وبتوزعوا بأماكن مختلفة بالجسم. يعني كل مثلا الإنزيم هذا بتلاقوه بالقلب، وهكذا. فهمتوا كيف؟ فهدول هم الأيزوإنزيم، هاي بيحكوا لنا هدول physically indescribing، هاي معناها كلمة مختلفة يعني، تمام؟ form of the same enzyme، يعني نفس الإنزيم بس هون بيكون physically، يعني بيكونوا مختلفين من النواحي، من الخصائص الفيزيائية والكيميائية عن بعض، بس هم نفس الإنزيم، بدخل عليه نفس substrate وبطلع نفس البرودكت. فهو تقريبا نفس الإنزيم بس بيختلفوا عن بعض physically، يعني الخصائص الفيزيائية ممكن تختلف، يعني زي ما تحكوا بين هدول الإنزيمات. أوكي تمام. هلا هون بيحكوا لنا شو؟ بيحكوا لنا انه multiple molecular form of an enzyme are described as isoenzyme or isoenzyme. شو هو الازوزايم او الازوينزايم؟ بكل بساطة هو هي multiple molecular form of an enzyme، يعني نفس الانزيم بس بكون فيه multiple form، يعني اكثر من شكل من نفس الانزيم. فهمتوا كيف؟ يعني بكون نفس الانزيم بس شوي مرات بكون هيك شكله مختلف، الخصائص الفيزيائية بتاعته تغيرت، بس هو زي ما تحكوا فبغير اسمه، بس هو تقريبا نفس الانزيم. فهمتوا كيف؟ وبقوم بنفس الوظيفة وبنفس الشغل، ماشي؟ بحكوا لنا different molecular form of the same enzyme synthesized from various tissue، يعني بحكوا لنا انه مثلا خلينا نحكي على مثلا لو كانوا 3 انزيمات هم، ماشي، وهم الثلاثة ايزو انزيم، هذول كل واحد فيهم بيتم انتاجه من تيشو مختلف. يعني مثلا الاول والله التيشو تاع القلب هو اللي بينتجه، الثاني التيشو تاع الهارت هو اللي بينتجه، الثالث مثلا التيشو تاع المسل هو اللي بينتجه، ماشي. فهو بيكون تقريبا نفس الانزيم اللي هو ايزو انزيم، بس كل واحد منهم من هدول الايزو انزيم، من هدول الاخوان اللي كتير بيشبه بعض، بيكون تصنع بتيشو بنسيج مختلف بالجسم. اوكي تمام. هلا هون بيحكوا لنا انه في اختراع يعني بالحياة اسمه الهومو مالتيمر بروتين. شو هو الهومو مالتيمر بروتين؟ بيحكوا لنا اللي هي انه مجموعة بروتينات طلعناها من نفس الجين. يعني الجين هلا انتوا رح تاخدوا ان شاء الله بالجينتكس انه انا كيف بصنع البروتينات بجسمي عن طريق الجينات اللي هي موجودة هاي على الدي ان ايه. هلا الجينز هدول لما اعمل لهم زي ما تحكوا ترجمة، هدول بيعطوني شو؟ بروتين. فالبروتينات اللي بتطلع من نفس الجين هاي انا شو بسميها؟ بسميها المونو الهومو ملتي مر بروتين. اما البروتينات اللي بتطلع من ديفرنت جين، بتطلع من جينات مختلفة، انا شو بسميها؟ الهيترو مالتيمر بروتين، تمام؟ فالهيترو مالتيمر بروتين هذول عبارة عن بروتينات بتصنعوا من جينات مختلفة. اما البروتينات اللي بتتصنع من نفس الجين بالجسم، هاي شو بيكون اسمها؟ الهومو مالتيمر بروتين. شو اسمها؟ هومو مالتيمر بروتين. اوكي تمام. هلا طب الايزو زايم، هل هم يعني زي ما تحكوا هما مالتي مر بروتين ولا هم هيترو مالتي مر بروتين؟ يعني هل هم هدول الاخوان اللي كتير 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 بيشبهوا بعض بيكونوا تصنعوا من نفس الجين ولا من جينات مختلفة؟ الجواب بتلاقيه بهاي الفقرة، هاي طلعوا اقرأوا معي. اول شيء بيحكوا لنا خصائص الايزو زايم، بيحكوا لنا products of different gene، ماشي different gene، يعني هم شو؟ يعني هم هيترو مالتي مر بروتين، بيتصنعوا من جينات مختلفة بس هم شو؟ بيكونوا اخوان، ماشي، بيكونوا نفس الوظيفة ونفس كل شيء، بس اللهم بتصنعوا من جينات مختلفة وبأماكن مختلفة بالجسم حتى يقوموا كلهم بنفس الوظيفة بالأخير. أوكي هلا هون بيحكوا لنا إنه in some cases all the different form are present in the same individual، يعني زي عندنا مثال ال LDH. ال LDH اللي هو لاكتيت دي هيدروجينيز انزيم. هلا هذا الانزيم في منه تقريبا 5 ايزو زايم، يعني في ايزو انزيم او ايزو زايم نفس الكلمه. هلا في ال LDH في منه يعني 5 اخوان او 5 اشكال منه او 5 ايزو زايم في منه بالجسم، كلهم الخمسه بتلاقوهم عند كل الناس. فهمتوا كيف؟ يعني انت اللي بتسمعني حاليا، انت عندك ال LDH اللي هو اللاكتيت دي هيدروجيناز انزيم، في منه 5 ايزوزايم بجسمك وبجسمي وبجسم كل الناس. اوكي هاي نقطة كثير مهمة. هلا هون نقطة 3 شو بيحكوا لنا؟ بيحكوا لنا انه the same locus of the gene may have different allele، ماشي. هلا يعني فهمتوا؟ يعني بكون نفس الجين عليه اكثر من allele، ماشي.
هلا هذا الاشي انا شو بسميه، يعني زي ما تحكوا القليل اللي راح يطلع من سوري الايزوتايم اللي راح يطلع من القليل المختلف يعني على الجين، هذا شو بسميه انا الليلك ايزوتايم. برضو له اسم تاني اللي هو الالو زايم، بيحكوا لنا انه هذا شو، بيحكوا لنا انه هذا بيكون في منه ايش احكي لكم، يعني مثلا هاي الجين ماشي، هلا هذا الجين بيكون زي ما تحكوا مرات القليل اللي عليه اللي مسؤول مثلا عن هذا الايزوتايم مختلف بين الناس. يعني في بيحكوا لنا هون انه انا مثلا الجلوكوز 6 فوسف اللي هو الدي هيدروجينيز 6 فوسفات دي هيدروجينيز، هاد في منه زي ما تحكوا اشكال اللي اوكي خليني اوضح لكم اياها بشكل افضل ماشي. هلا زي هذا المثال اللي هو الجلوكوز 6 فوسفيت دي هيدروجينيز، دي هيدروجينيز هاي كملوها دي هيدروجينيز. هلا هذا الانزيم ماشي الجين المسؤول عنه هو هذا المربع لنفترض. هلا زي ما تحكوا في القليل اللي مثلا بده يصنع لي هذا الجين، هذا في منه 400 شكل ماشي، تخيلوا يعني الجين نفسه موجود عند الناس، موجود عشان نصنع احنا الجلوكوز 6 فوسفيت دي هيدروجينيز، هذا الجين موجود عندنا كلياتنا، بس الفكره بشكله في منه 400 شكل، يعني الجلوكوز 6 فوسفيت دي هيدروجينيز هذا الانزيم في منه 400 شكل مختلف بالعالم، يعني فهمت كيف؟ كل واحد فينا عنده شكل من هاد الجلوكوز 6 فوسفيت دي هيدروجينيز، فهمتوا كيف؟ يعني انا مثلا كسندس ممكن يكون عندي الشكل الخامس من هذا الانزيم، بس انت اللي بتسمعني ممكن يكون عندك الشكل 300 منه، لانه احنا في عندنا 400 شكل من هذا الانزيم، تخيلوا كيف؟ طبعا كلهم بالاخير بيشتغلوا، بس شو اللي بفرق؟ ممكن سرعته، ممكن الانهيبيشن تاعه، ممكن كتير شغلات، فهمتوا كيف؟ بكونوا شوي هيك بيختلفوا عن بعض بين الناس، طبعا هذا الاشي هو اللي بفسر الاختلاف ببنية الناس بشكل عام، او الاختلاف بالاستجابة للادوية، او الاختلاف بالتأثر مثلا بالاكل، او الحساسية، او كتير شغلات بين الناس، زي هاي الشغلات كتير ممكن تأثر عليك قصص، تمام؟ فنعيد سريعا هاي الفكرة، انه انا مثلا المثال اللي موجود عندي هون بالسلايدات هو الجلوكوز 6 فوسفيت دي هيدروجينيز. هلا هذا الانزيم مسؤول عن انتاجه جين معين بالجسم، هذا الجين القليل زي ما تحكوا اللي يعني بترجم انه يصير عندي هذا الانزيم، هذا بيكون مختلف وبكون في منه 400 شكل بالحياة ماشي، كل انسان بكون مثلا عنده شكل غير عن شكل واحد تاني، فهمتوا كيف؟ يعني هم 400 شكل بالنهاية، وكل الناس كل واحد باخذ شكل من هال 400 شكل، فهمتوا كيف؟ وبس. فهذا برضو كمان مثال على شو، على الايزوزايم، بس هون في عندنا شو 400 ايزوزايم، تخيلوا هي اقرأوا معي، بيحكوا لنا انه في عندي شو 400 distinct form of glucose 6 phosphate dehydrogenase in population، بالمجتمع بشكل عام عندي 400 شكل من هذا الانزيم، ليه؟ بسبب الالرجيك الاليليك سوري ايزوزايم ماشي، لانه اختلاف الاليلات على الجين المسؤول عن شو اسمه عن انتاج هذا الانزيم اللي هو هي جلوكوز 6 فوسفيت دي هيدروجينيز. هلا شو يعني كلمه البليومورفيزم؟ البليومورفيزم معناها اختلاف، فهون رح نلاقي شو البليومورفيزم اللي هو اختلاف، هذا بيكون شو اكثر من 1% فريكوانسي اوف فاريشن ات سنجل لوكس، يعني انه بيكون في عندي بليومورفيزم باختصار، يعني بيكون في عندي كثير اختلاف وزي ما تحكوا تباين بين الناس بشو اسمه بانه مين والله عنده هذا الشكل من هذا الانزيم ومين عنده هذا الشكل من هذا الانزيم. هلا بيحكوا لنا انه هذا الاشي it is important because it gives us idea about how population responds to drug، هذا الاشي ببين لك كيف انه عن جد في اختلاف بالاستجابة لمين للدرجز، شو يعني درجز؟ معناها ادوية. فهون طلع كيف مثلا هذا الانزيم، لنفترض مثلا في دواء بيكون وظيفته انه هو يستهدف هذا الانزيم، بكل بساطة هذا الدواء تأثيره حسب شكل الانزيم بالجسم رح يتغير، فعشان هيك عن جد بتلاقي الجسم كل واحد جسمه غير عن التاني، يعني حتى انزيماتك ممكن شوي يكون مختلف شكلها عن انزيمات صاحبك مثلا، حتى لو هو نفس الانزيم ونفس الاسم وكل اشي، واحنا هون بنسميه شو الايزوزايم ماشي، يعني تقريبا نفس الانزيم هو بقوم بنفس الوظيفة، بس زي ما تحكوا مرات بيكون في منه اشكال مختلفة بين الناس، اوكي؟ وهذا بيمثل لي شو، او هذا بيفسر لي اختلاف الريسبونس اوف فور دراكس، اختلاف الاستجابة للادوية ماشي. هلا رابع نقطة شو بيحكوا لنا، موليكيولار هيتروجينيتي يعني اوف انزيم ماي بي برودوسد افتر ذا بروتين السنثيسايز، شو يعني هذا الحكي؟
هلا اللي فوق حكينا انه انا بيتم تصنيع الانزيم بين الناس بشكل مختلف من الاساس، يعني من عند الجين نفسه. هلا هون النقطة الرابعة شو بيحكوا لنا؟ انه مرات انا لما اصنع كله بيتصنع نفس الشكل، يعني كلياتنا بالحياة مثلا بنصنع انزيم معين بطريقة معينة، ماشي؟ هلا هذا الانزيم بعدين بنصير نجري عليه تعديلات فبصير مختلف بين الناس، فهمتوا كيف؟ يعني انا هذا شو اسمه؟ هذا الانزيم كلياتنا بتصنع عنا نفس الشكل، بس بعدين كل واحد جسمه بصير يعدل على هذا الانزيم، فبالاخير بنلاقي انه مثلا هذا الانزيم صار في منه اكثر من شكل، مش لانهم تصنعوا مختلفات، لا هم تصنعوا زي بعض بعدين بلش يصير عليهم تعديلات. فنعيد هدول النقاط سريعا. اول شيء بيحكوا لنا انه عن الانزيم فورميشن او الايزوزايم فورميشن، كيف بكون انا في عندي انزيمات ايزوزايم، يعني بكون تقريبا نفس الانزيم بيشتغل نفس الشغل بس في اختلافات صغيره بيناتهم، وبكونوا هيك موزعين بالجسم، ماشي؟ يعني إشي مثلا لتصنيع الجلوكوز بالمخ، إشي لتصنيع الجلوكوز بالعضلات، إشي لتصنيع الجلوكوز بالقلب، فهمت كيف؟ يعني كلهم بكونوا يشتغلوا نفس الشغل، بس بتلاقي مثلا تاع القلب فيه اختلاف شوي صغير بشكله او بتركيبته الفيزيائيه او الكيميائيه غير مثلا عن تاع العضلات، وهيك فهمتوا كيف؟ هلا بدنا نشوف كيف بتصنعوا. حكينا احنا بس خلينا نراجعهم سريعا. اول شيء حكينا انه اساسا يتم انتاجهم من جينات مختلفه، ماشي؟ وثاني شيء حكينا انه هو شو انه تقريبا في انزيمات بكون في منها مثلا هي زي هذا ال LDH في منه 5 ايزوزايم، في منه 5 اشكال، بتلاقيهم كلهم موجودين عندنا كلياتنا، ماشي؟ يعني انا عندي 5 اشكال من ال LDH وانت عندك 5 اشكال من ال LDH والوالد والوالده برضه كمان عندهم 5 اشكال من ال LDH، يعني كلنا نفس الشيء. اما ثالث اشي بيحكوا لنا اياه انه لا في بعض انواع الانزيمات مش ما بتكون كلها عندنا، لا بكون عندنا شكل واحد بس من اشكالها. زي مين؟ زي هذا الجلوكوز 6 فوسفيت دي هيدروجينيز، هذا الانزيم زي ما حكينا في منه شو بكون؟ بكون في منه 400 شكل، كل واحد هو بحظه بيطلع له شكل من هالاشكال، اوكي؟ واخر اشي اللي هو شو اللي هو بيحكوا لنا انه مرات لا مش بيتم تصنيع مثلا شكل هيك بجسمك، لا مرات كلياتنا بتصنع عندنا نفس الشكل بس بعدين الجسم بصير يجري عليه تعديلات فبالاخير بصفي الانزيم اللي عندي غير عن الانزيم اللي عندك، مش لانهم بتصنعوا مختلفات، لا بس انه الجسم صار يعدل عليهم. هدول اربع قواعد زي ما تحكوا ممكن اي وحده فيهم تصير لبعض الانزيمات معينه، يعني مثلا طلعوا عندي زي هذا الانزيم ال LDH خضع لهاي القاعدة، بس الجلوكوز 6 فوسفات دي هيدروجينيز خضع للقاعدة الثالثة، وهكذا. فكل انزيم ممكن انه يخضع لقاعدة من هدول شو الاربع قواعد بخصوص الايزوزايم، يعني كيف انه هو انوجد او كيف طلع لي هذا الايزوزايم، اوكي؟ تمام. هلا بيحكوا لنا انه الايدنتيفيكيشن اوف ايزوزايم، شو يعني هذا الحكي؟ هلا مش احنا حكينا، خليني بس اكتب لكم اياها هون، حكينا مثلا مثال اللي هو ال LDH. هلا ال LDH حكينا انه في منه 5 ايزوزايم، يعني في عندي منه 1 2 3 4 5، ماشي؟ في عندي منه 5 اشكال بالجسم. طيب هلا انا لو لقيت مثلا LDH بالجسم كيف بدي اعرف اذا هو الايزوزايم الاول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع ولا الخامس؟ مش احنا حكينا انه هم كلهم نفس الوظيفة بيكونوا، بس بيختلفوا بمكانهم بالجسم وبيختلفوا بخصائصهم الفيزيائية والكيميائية. فاحنا هلا بدنا نشوف هنا بالـ identification of isozyme كيف انا ممكن بس اشوف مثلا LDH الثالث، اوكي؟ اعرف انه هذا الثالث خص نص اللي مثلا والله هذا اللي بيكون بالقلب، فهمتوا كيف؟ فهلا بدنا نشوف كيف احنا بنميز بين الايزوزايم، يعني الايزوزايم بنقدر احنا نعتبرهم 5 اخوة توأم، ماشي؟ كيف مثلا بدي اميز بين هدول التوائم؟ هلا بدنا نشوف طرق، ماشي؟ اول طريقة بيحكوا لنا عن طريق اللي هو شو اكيد انتم بتعرفوه اللي هو الالكتروفيريسيس. شو هو الالكتروفيريسيس؟ هذا بكل بساطة زي هاي الصورة، هي الالكتروفيريسيس. هلا الالكتروفيريسيس اكيد مفروض كلكم مرن عليكم من قبل، اللي هو جهاز مرات احنا بنستخدمه لنشوف سرعة القطع مثلا، ماشي؟ وبنصير زي ما تحكوا انه نعرف والله هذا المركب هو شو اساسا من خلال سرعته، او من خلال يعني بنحط هون مسطرة وبنصير نقارن اللي هي مثلا هاي المسطرة للايزوزايم مثلا رقم 1، ماشي؟ بلاقي القطعة بتاعته مثلا عم تتحرك بهاي السرعة، وبصير مثلا أقارن بين الأيزوزايم الخمسة، أنا بحس اللون الأزرق مش واضح، أوكي؟
مثلا انا بدي الايزوزايم الثالث، بحط بالمصدر هون مثلا زي ما تحكوا السرعه تاعت الدي ان اي تاع زي ما تحكوا الانزيم الثالث، وبحط هون الانزيم الاول والثاني والثالث والرابع والخامس. هلا مثلا المفروض الثالث اللي هون يكون متطابق للمصدر اللي هون، هيك انا بتاكد انه هذا الانزيم الثالث. فهمتوا كيف؟ نعيد سريعا، بكون انا في عندي هون مصدره مثلا للانزيم الثالث، وبعدين انا مثلا جايبه 5 عينات مش عارف مين منهم الانزيم الثالث، بحط هون الاول والثاني والثالث والرابع والخامس، بقارن مين والله اقرب واحد للمصدر اللي عندي اللي هي الثالث، بتطلع بلاقي مثلا هاد، بحكي معناها انه هذا الانزيم اللي انا حطيته هون هو نفسه الانزيم الثالث اللي انا عم بدور عليه. فهيك انا ميزت بين 5 توائم عن طريق الالكتروفوريسيس. هاي هذه هي المقصود باول نقطه اللي هي ان اجار جل اور بولي، هاي البولي اكريلاميد جل الكتروفوريسيس. الفكره انه شو بكون في عندي الكتروفوريسيس. اوكي هاي بيقول لنا ايزوزايم هاف ديفرنت موبيليتي، ماشي موبيليتي يعني القدره على الحركه، يعني سرعتهم بتلاقيها مثلا مختلفه بهذا الالكتروفوريسيس. فاحنا بنكون مثلا حافظين انه الايزوزايم الاول هيك حركته دائما بتكون، لما الاقي انزيم هيك حركته خلص معناها هذا شو مثلا هذا هو الايزوزايم المعين. فهمتوا كيف؟ فبس فاحنا من خلال هاي الالكتروفوريسيس ممكن انا اتعرف على التوأم او الايزوزايمز تعون ال LDH انزيم او ال CD انزيم. هلا شو ال CK انزيم؟ هو هلا انزيم رح ناخذ ان شاء الله ماشي، وبرضه كمان ALB انزيم، هلا كلهم رح نتعرف عليهم واحد واحد. اوكي هلا برضه كمان عن طريق شو ال heat stability، يعني عن طريق القدرة على التحمل الحرارة. يعني في انزيمات زي ما شوي حكينا، زي ما قبل شوي حكينا حكينا انه في عندي انزيمات بتكون هيت لبايل يعني بتتكسر من الحرارة، وفي انزيمات لا، في انزيمات بتكون هيت ستيبل يعني بتكون تتحمل الحرارة وبتكون يعني ما بتتكسر من الحرارة. فممكن انا من خلال هاي الشغلة مثلا اني اعرض الانزيمات للحرارة، والله الانزيم اللي بتكسر معناها هو الايزوزايم الاول او الثاني، واللي ما بتكسر مثلا هو الثالث او الرابع. فهمتوا كيف؟ بس اما الثالث عن طريق الانهيبيتورز. هلا مرات هدول التوائم مثلا خلينا نحكي او هدول الايزوزايمز في منهم بيستجيب لبعض انواع الانهيبيتورز وفي منهم لا ما بيستجيبوا لبعض انواع الانهيبيتورز. هلا برضو كمان بيحكوا لنا الشيء الرابع هو الكي ام، هدول الخمسه مثلا خلينا نحكي توائم او هدول الخمسه ايزوزايمز ممكن كل واحد فيهم يكون له كي ام معينه. شو يعني انه لهم كي ام معينه؟ هلا الكي ام دائما بتعبر لي عن الافينيتي، فمرات بتلاقي انه هدول مثلا 5 بيشتغلوا نفس الشغل، الـ5 مثلا بصنعوا لي جلوكوز ماشي، بس بنلاقي انه في منهم له افينيتي اكثر للجلوكوز فبتلاقي انه له كي ام اقل، وبالعكس في منهم بتلاقي انه الافينيتي بينهم بين الجلوكوز اقل فالكي ام والله بتكون اكثر، وهكذا. فهو نفس الانزيم بقوم بنفس الشغل بس مرات الافينيتي له للسبستريت بتكون تختلف. فهمتوا كيف؟ فعشان هيك بنلاقي انه الكي ام بتختلف بين هدول شو اسمهم هدول الايزوزايم ماشي. مثال بيحكوا لنا الجلوكوكاينيز والهيكسوكاينيز هدول يعتبروا شو ايزوزايم. بتلاقي مثلا انه الجلوكوكاينيز هاز هاي كي ام اكثر من الهيكسوكاينيز، يعني الجلوكوكاينيز له كي ام اكثر من الهيكسوكاينيز، معناها انه الهيكسوكاينيز له افينيتي اكثر من الجلوكوكاينيز. شفتوا كيف؟ هلا النقطة الخامسة اللي ممكن من خلالها نميز بين هدول التوائم الايزوزايم هي الكوفاكتور. هلا بيحكوا لنا انه مرات بيكون ايزوزايم بيكون اخوان وتوائم وكل شيء، بس كل واحد فيهم بيحتاج كوفاكتور غير عن الثاني. المثال اللي عندنا هو شو؟ هو الميتوكوندريال ايزو سيتريت والسيتوبلازميك ايزوزايم. هلا هدول الاثنين هم عبارة عن شو؟ عن ايزوزايم ماشي. هلا الاول الميتوكوندريال ايزو سيتريت هذا بيحتاج كو انزيم اللي هو الناد بلس، اما السيتوبلازميك ايزوزايم بيحتاج الناد بي ماشي. فهم ايزوزايم اخوان وتوائم وكل اشي وبقوم بنفس الشغل، بس اللهم كل واحد فيهم بيحتاج لكوفاكتور معين غير عن الثاني. فاحنا من خلال يعني مثلا انه نعرف الكوفاكتور اللي بيحتاجه هذا الانزيم ممكن من خلاله نعرف هذا الايزوزايم انو بالضبط. اوكي تمام. اما بالنسبة للنقطة السادسة بيحكوا لنا انه حسب شو؟ حسب اللوكاليزيشن، تيشو لوكاليزيشن. يعني انا اذا لقيت هذا الانزيم مثلا بالقلب بعرف والله مثلا انه هذا الايزوزايم الاول، لو لقيته بالمخ نفس الانزيم بس لقيته بالمخ بعرف انه والله هذا الايزوزايم الثاني. فهمتوا؟ وهكذا. فبيحكوا لنا هون انه بعض الامثلة ما رح تقدروا تفهموها بصراحة هلا كتير لانه رح ناخدها هلا خلال المحاضرة بالتفصيل، بس خليني احكي لكم اياها. هلا بشكل عام ال LDH
ممكن يكون بالقلب وممكن يكون بالعضلات، هي اعتبروها هاي عضلة، هذه ايد وعضلة اوكي. هلا لما يكون ال دي اتش بالقلب انا شو بسميه؟ فور اتش. هلا الاتش شو معناها؟ اتش معناها هارت، معناها قلب، اتش يعني هارت. فانا لما احط فور اتش معناها انه هذا ال دي اتش اللي موجود بالهارت، اتش هارت ماشي. اما هون المسل يعني حرف ام، فانا لما يكون قصدي عن ال دي اتش اللي بالمسل اللي بالعضلات بحط 4M، فهمتوا كيف؟ فأنا نعيد سريعا، هي بدي احط لكم اياها بالنهدي، انه ال 4H شو معناها؟ 4H form of H ال دي اتش معناها انه هذا H معناها heart، H معناها heart يعني قلب، فهذا شكل من ال دي اتش اللي بكون بالقلب. اما لما احكي M4 معناها M معناها muscle، فهون انا بعرف ان انا عم بحكي عن مين؟ عن هذا ال 4M اللي هو موجود زي ما تحكوا بالمسل. فانا هون بميز يعني زي ما تحكوا بين الايزوزايم من خلال مكانهم، اذا شفت هذا الانزيم من القلب معناها هذا مثلا الايزوزايم اللي اسمه اتش 4، اما اذا شفته مثلا طالع من عضلات فهذا بنسميه ال دي اتش شو؟ ام 4 مش اتش 4، ام 4 لانه الاتش قلب هارت، الام مثل عضلات. اوكي تمام. هلا النقطة السابعة اللي ممكن برضه كمان من خلالها نميز بين هدول التوائم الايزوزايم هو specific antibodies may identify different type of isozyme. شو يعني هذا الحكي؟ هلا شو هم اساسا الانتيبوديز؟ الانتيبوديز هم زي ما تحكوا الاجسام المضادة بالجسم. هلا ممكن مثلا انا في عندي مثلا هون الايزوزايم 1 وهون الايزوزايم مثلا 2 وهون الايزوزايم 3. هلا ممكن مثلا انا شو اجيب بالاصفر هون، هاد شو؟ هذا يكون انتيبودي، يعني شو؟ هذا جسم مضاد ماشي. هلا الانتيبوديز هدول مرات بيكونوا يتفاعلوا مع الايزوزايم بطرق مختلفة، او مرات بيكونوا يتفاعلوا مع ايزوزايم معين وما بيكونوا يتفاعلوا مع الثاني. يعني يمكن انا اجيب هذا الانتيبادي يشوف مثلا الايزوزايم الثالث عادي طنشه، يشوف الثاني والله يتفاعل معه، يشوف الاول يتفاعل معه مثلا بطريقة اخرى او ما يتفاعلش اساسا معه. فانا من خلال الانتيباديز وكيف ممكن هم يعملوا يعني تفاعل مثلا مع هذا الايزوزايم، ممكن انا من خلال هذا الاشي برضو اعرف انه ايزوزايم انا هلا عم بتعامل معه، فهمتوا كيف؟ فانا هي من خلال سبيسيفيك انتيبادي بكون عارفه مثلا خصنص انه هذا الانتيبادي اللي اسمه هيك بكون هذا يتفاعل مثلا بطريقه معينه بين كل هدول الايزوزايم، بكون انا حافظتها. فمن خلال هذا الاشي انا بقدر اعرف انه ايزوزايم بالضبط هذا او انه هذا هيك، فهمتوا كيف؟ تمام. هاي مثال عليه اللي هو السي كي. شو هو السي كي؟ بكل بساطه هو الكرياتينين كاينيز. هلا بيحكوا لنا الكرياتينين كاينيز اساسا له كثير اشكال وله كثير ايزوزايم. هلا بيحكوا لنا انه الكرياتينين كاينيز ايزوزايم ايزو انزيمز ار سيبريتد باي انتيبوديز، بيستخدموا هاي الطريقه عشان يفصلوا بين انواع الكرياتينين كاينيز. هلا يمكن ناس منكم يحكوا لي طب انه شو فايده كل هذا الحكي، يعني شو عم ناخذ كل هذا وشو عم يدوشون هم كل هاي الشغلات؟ هي بحكي لكم بكل بساطة انه هذا الاشي له على فكرة عن جد تطبيقات عملية كتير 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 مفيدة بالطب، ان شاء الله رح تاخدوها كمان لقدام السيستمات كتير. هلا رح نعرف التطبيقات العملية هاي. بحكوا لنا applications of isoenzyme in diagnosis، هذا الاشي كتير احنا بيساعدنا بتشخيص الامراض. كيف؟ تعالوا احكي لكم يعني كيف هذا الاشي. هلا احنا خلوني ارسم لكم اياها هون علشان ما تنسوها ابدا. اوكي هلا انا بالوضع الطبيعي مثلا هاي خلايا جسمي ماشي، هدول الخلايا شو؟ جسمي. وهي بدي ارسمهم انهم هم شو؟ مبسوطات وتمام التمام امورهم. اوكي نفترض انه هدول خلايا قلب، وبرضه كمان بدي ارسم انه انا في عندي شو؟ الدم بشكل عام، هاي الدم بالجسم. هلا الدم بالوضع الطبيعي لما هاي الخلايا يكونوا مثلا كلهم بالجسم مبسوطات وما احلاهم وما فيهم اصابه ولا شيء، بيكون زي ما تحكوا شو؟ بيكون مثلا الدم فيه في انزيمات بس بنسبة ثابتة ماشي، انزيمات بنسبة معينة، هاي بنسبة مفروض بنسبة معينة. اوكي فهون بيكون في انزيمات بالدم، يعني انا لو اخذ دمك انت ماشي وانت عم تحضر المحاضرة، هل لو انت عم تحضر المحاضرة عم يصير معك جلطة قلبية ولا جلطة على المخ ولا ابصر شو؟ لا 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 صح، بيكون دمك طبيعي. لو افحص انت دمك بلاقي الانزيمات بنسب معينة. هلا في بعض الحالات مثلا خلينا نشوف بحالات اخرى، بيكون هاي التشو او هاي الخلايا تاعت الجسم تمام، بس هون شو؟ هون بتكون لا يا حرام بتكون هي بدها شو؟ بدها تعيط ماشي، هي بدنا نحط لها دموع وبدها تعيط. ليش بدها تعيط؟ لان الخلايا عم بتموت ماشي، هي بدي احط لكم خلايا تموت. هلا شو معنى
موت الخلايا بالش اسمه بالمصطلحات الطبية. إن شاء الله هدول الشغلات رح تاخذوهم بالتفصيل بالباث إن شاء الله الفصل الجاي، بس بشكل عام معنى إنه خلايا عم بتموت هذا اسمه نيكروسيس. فشو هو النيكروسيس؟ هو موت الخلايا. هلا إذا أنا عم بصير عندي موت للخلايا، ففي خلية بتموت. هلا الخلية لما تموت كل محتوياتها بتطلع منها، بتتكسر الخلية. فمثلا لو كان في عندها زي ما تحكوا إنزيمات، هي بدلونهم بالأورنج، الإنزيمات رح يطلعوا منها. وين رح يطلعوا؟ رح يلاقوا بوجههم الدم، فبصيروا هدول الإنزيمات يطلعوا بالدم. فأنا كيف ممكن أستفيد من هذا الإشي بالتشخيص؟ كل بساطة ممكن أنا أخذ دم البني آدم هاد وأدرسه وأحلله بالمختبر، وأعرف من خلاله مثلا أنه أنا في عندي إنزيمات معينة طالعة من خلايا القلب ورايحة شو؟ ورايحة زي ما تحكوا على الدم، فهمتوا كيف؟ فهذا هو التطبيقات العملية اللي أنا من خلالها ممكن يعني أستفيد بهاي الشغلات بالطب، فهمتوا كيف؟ يعني لو أنا مثلا فحصت الإنسان وكان الدم مثلا تاعه عادي وما فيه إنزيمات زيادة، معناها مثلا بكتشف إنه ما في عندي خلايا بالجسم عم بتموت، ماشي؟ أما مثلا زي هون فحصت الدم ولقيت فيه إنزيمات كثيرة 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 مثلا من نوع مثلا الـ LDH، لنفترض أنا لقيت LDH، طب مش إحنا حكينا الـ LDH إله 5 آيزوزايم؟ له 5 أشكال. فأنا ممكن إذا عرفت شو هو هذا الأيزوزايم أعرف شو الخلية اللي ميتة بالجسم، فهمتوا كيف؟ هلأ حكينا الـ LDH له 5 أنواع، ماشي؟ في منه بالمسل، وفي منه بالهارت، وفي منه بكتير أماكن تانية. هلأ لو أنا قدرت أميز بين تاع المسل وتاع الهارت، فأنا هيك بكل بساطة أول ما مثلا أشوف هذا الدم وأميز هذا المسل من الهارت، بعرف أنه خلايا عم بتموت. يعني اللي طلع لي مثلا أنه خلايا القلب، معناها أنه هذا الحد شو عم بيصير فيه حاليا؟ عم بيصير معاه جلطة قلبية، عم بتموت خلايا القلب، فهمتوا كيف؟ هو هيك الموضوع. إن شاء الله أن الفكرة تكون وصلت. أنا عم بحاول أفهمكم قد ما أقدر، بس أنتوا يمكن لأنكم مش ماخدين لسه الباث وهاي المواد، ما بعرف إذا الفكرة عم توصلكم بشكل منيح. بس خليني أعيدها احتياط. انا مرات شو بتموت عندي خلايا بالجسم، ماشي؟ هاي بدي احط لكم بالاحمر، اوكي؟ بتموت عندي خلايا بالجسم. هدول الخلايا بس يموتوا شو بيروحوا بيعملوا؟ بيطلعوا الانزيمات اللي فيهم، وين بحطوهم؟ بالدم. طيب انا باجي بفحص دم المريض وبشوف ايش فيه، بلاقي فيه انزيمات كثير كثير كثير، ماشي؟ هلا بلاقي فيه مثلا انزيم، انو انزيم مثلا بلاقي ال دي اتش. لو لقيت ال دي اتش وميزت انه هذا اللي انا لقيته بدم المريض هو تاع المسل، معناها شو؟ معناها المسل هم اللي عم بتكسروا. طب لو لقيت تاع القلب مثلا هو اللي لقيته كتير بالدم، معناها خلايا شو اللي عم بتموت؟ خلايا شو اللي عم بيصير فيها نيكروسيس؟ خلايا القلب. فالانسان عم بتعرض مثلا لجلطة قلبية وهكذا. فانا من خلال دراسة دم الانسان بعرف شو الانزيمات اللي موجودة بالدم، ولما أعرف شو الإنزيمات الموجودة بالدم ممكن كتير أتنبأ بمشاكل وخلايا عم بتموت بالجسم وبتحط إنزيماتها بالدم. يا رب إن هالفكرة تكون وضحت، أوكي؟ تمام. هلأ هو هذا بس اللي بدهم هم يحكوا لنا إياه هون. بيحكوا لنا إنه الكلينيكال ابليكيشن اوف ايزوزايم ان دايجنوسيس، احنا بنستخدم هذا الشيء بتشخيص المرضى، ماشي؟ بيحكوا لنا البلازما اللي هي الدم يعني باختصار كونتين ماني فانكشنال انزايم. بالوضع الطبيعي زي ما حكينا هيو، لو انا بدي الاقي الدم بكون فيه انزيمات، بس شو؟ بتكون بنسب معينه ومعروفه، تمام؟ بكون هذا الانزيم شو؟ بكون فانكشنال انزايم، يعني بكون لهم وظيفه او شيء يعني بالدم، مش قاعدين هيك من فراغ بالدم، ماشي؟ بيحكوا لنا which are actively secreted into plasma، يعني هدول الانزيمات بكونوا فانكشنال، بكون لهم وظائف معينه، وبكونوا شو يعني اكتيفلي سيكريتد انتو بلازما، بكونوا يعني الجسم هو اساسا اللي بحطهم بالبلازما. هدول احنا ما دخلنا فيهم، هدول اساسا بالوضع الطبيعي موجودات، بس احنا انو اللي قلنا دخل فيهم بيحكوا لنا انه there are a few non functional enzyme in the plasma. ايوه، مرات بكون في عندي انزيمات ما لها اي داعي، non functional. طب معقول احنا بجسمنا يكون في شيء non functional او ما له داعي بوضع طبيعي؟ لا، هدول شو بكون سببهم؟ هاي بيحكوا لنا due to normal wear and tear. يعني بالوضع الطبيعي احنا بكون في عنا بجسمنا شيء اسمه normal wear and tear. wear and tear زي انه موت الخلايا وانها هي تنكب، خلينا نحكي. هلا هذا بالوضع الطبيعي موجود بالجسم، مش انت خلايا جسمك كل فترة بضل تتجدد، يعني الجلد مثلا مش بضل يتجدد، خلايا الدم مش بتضل تتجدد، وكثير خلايا تانية بجسمك بتضل تتجدد. هلا تجدد الخلايا هاد بيتضمن موت خلايا و خلينا نحكي تشكيل خلايا جديدة. هلا الخلايا اللي عم بتموت عشان التجديد
هاي ممكن وهي بتموت نلاقي انزيماتها بالدم، بس هاي برضه كمان بتكون بنسب معينة، يعني ما بتكون كتير 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 معبية مثلا الدم كله، لا. إذا مثلا هاي الخلايا الانزيمات اللي نون فانكشنال كتير 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 كتير، معناها لا في مشكلة، في موت زيادة بخلايا الجسم. أما لو لقيتها بنسبة معينة هيك صغيرة، لا بعرف إنه هذه بس من عمليات تجديد الخلايا اللي موجودة بالجسم. أوكي تمام. فبيحكوا لنا إنه their normal level in blood are very low، ماشي، بحكوا لنا منهم النون فانكشنال انزايم بالوضع الطبيعي بكون في منهم، يعني زي ما حكينا عشان عمليات تجديد الخلايا، بس بتكون نسبتهم كتير قليلة. بس هدول كتير increased، كتير بيزيدوا during necrosis or disease، كتير بيزيدوا خلال النيكروسيس. شو النيكروسيس؟ حكيناه فوق، اللي هو خلايا عم بتموت، or disease يعني بعض أنواع الأمراض. فأنا هدول لو بدي أطلع على البلازما، في عندي functional enzymes هدول لهم وظيفة بالدم، وفي منهم non-functional بسبب موت الخلايا علشان التجديد، وهدول بكون مفروض نسبتهم كتير قليلة، كتير، هاي very low، كتير بتكون قليلة. هلا لو شفتهم كتير 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 بزيادة، معناها أنا شو في عندي؟ معناها عندي necrosis، يعني خلايا كتير عم بتموت بشكل مرضي بالجسم مش بشكل طبيعي، وبرضه كمان بكون ممكن عندي disease أو مرض بالجسم، ممكن أنا أتنبأ على، يعني أتنبأ شو هو هذا المرض لما أعرف شو هو هذا الإنزيم ال non-functional اللي بالدم. أوكي؟ فبيحكوا لنا انه assess of these enzymes are very useful in diagnosis of disease، هذا الشيء كثير يعني مهم لتشخيص الامراض. اوكي هلا هذا الشيء انا شو بسميه اللي هو البايو ميكر. شو يعني بايو ميكر؟ بايو ميكر يعني اني انا بفحص دم المريض، تمام، وبعرف شو هو الانزيم اللي موجود بالدم، وبحاول اتنبأ مصدره، فبعرف هيك شو زي ما تحكي المرض اللي موجود عند المريض، ماشي. فبيحكوا لنا انه البايو ميكر بكل بساطة هو a clinical laboratory test، هذه هي اختبارات احنا بنعملها باللاب which is useful in detecting dysfunction of an organ، نعرف شو هو dysfunction of an organ، نعرف شو هو الorgan، شو هو العضو بالجسم اللي خربان، بس من خلال اني انا بحلل الدم فبعرف شو الانزيمات اللي بالدم وبعرف مصدرها، ماشي. مش بس بعرف الانزيم، لا، بعرف انو ايزوزايم من هذا الانزيم فبعرف مصدره. يعني لو انا لقيت LDH ما بكتفي بهاي المعلومة، لأنه ال LDH موجود بالمخ وموجود بالعضلات وموجود بالرئة وموجود بالقلب، طب أنا كيف بدي أعرف شو اللي خربان بالجسم؟ بدي أعرف بالضبط أنو ال LDH أنا اللي لقيته، أنو ايزوزاين من ال LDH، ولما أعرف هيك بعرف شو الخربان جوا الجسم، قلب ولا عضلات ولا مثلا مخ وهكذا، تمام؟ هلا بيحكوا لنا إنه different makers are used to، هذا الإشي ممكن أنا كتير أستخدمه علشان شو؟ علشان بيحكوا لنا to detect myocardial ischemia. شو يعني هذا الحكي؟ هلا detect myocardial ischemia بكل بساطة معناها علشان أنا ischemia معناها انقطاع دم، myocardial يعني عضلة القلب، فلما ينقطع الدم عن عضلة القلب بصير في عندي جلطة قلبية، تمام. هاي إن شاء الله رح تاخدوها بالتفصيل يعني تفصيل التفاصيل إن شاء الله يعني الفصل الجاي، بس هون بس انتوا اعرفوا لي إنه detect myocardial ischemia. ischemia دائما كلمة بتعبر لي عن انقطاع الدم، ماشي. لما ينقطع الدم عن عضلات القلب هذا الاشي بيعمل جلطات قلبية اللي كلياتنا بنعرفها، فأنا ممكن يعني أعرف إنه هذا المريض والله حاليا عم بتعرض لجلطة قلبية بس بمجرد إني أنا أفحص له دمه، ماشي. هلا طب شو الهرمون أو مش الهرمونات، الإنزيمات خلينا نحكي، اللي إذا أنا لقيتها بدم المريض بحكي هذا والله عنده جلطة قلبية، هم ثلاث. الأول هو الكارديك تروبينين، والثاني اللي هو الكرياتينين كاينيز، والثالث هو المايوكلوبين. أوكي فهذول الثلاثة حتى أنا يعني بدوام المستشفى بشوفهم، يعني داومت أنا فترة بالطوارئ، بكل بساطة لما يجي واحد إحنا مثلاً خلص يعني عارفين أو شاكين إنه هذا مثلاً مجلول جلطة قلبية، بكل بساطة أول إشي مثلاً بتأخذ له الدم تاعه. لما نأخذ الدم تاعه، ليش بناخذ الدم تاع المريض الجلطة القلبية؟ بكل بساطة بس عشان ندور على هدول الثلاث، إذا لقيتهم بحكي إنه هذا مثلاً بوزيتيف تروبونين او بوزيتيف كرياتينين فوسفيت او بوزيتيف مايوغلوبين. اذا هدول الثلاثه كانوا بوزيتيف بالدم، يعني كانوا كتير موجودين بالدم، معناها انه هدول معناها انه هذا المريض عنده جلطه قلبيه. كيف عرفنا؟ لانه زي ما حكينا هاي خلايا القلب بالوضع الطبيعي بيكون فيهم هدول الثلاث انزيمات اللي هو الكرياتينين كاينيز والكارديك تروبينين والمايوكلوبين. هدول بالوضع الطبيعي بيكونوا جوا خلايا القلب. طب لنفترض خلايا القلب ماتت خلال الجلطة القلبية، بكل بساطة بنلاقيهم هدول طلعوا من خلايا القلب وراحوا على الدم، فعشان هيك انا بصير الاقيهم بالدم. فهمتوا كيف؟ تمام. هلا هذا هو اول فائدة لهدول البيوميكر، ماشي، انه انا مثلا اكتشف الجلطة القلبية. هلا ثاني شيء اني انا اعمل مونيتور the progression of the condition، يعني انه شو اسمه زي ما تحكوا ممكن من خلال اني انا اراقب مثلا التروبونين
مثلا انه انا هيك براقب حالة المريض، كل ما زاد التروبينين بالبلازما كل ما كانت حالة المريض أسوأ، وكل ما قل التروبينين معناها موت الخلايا أقل، فجلطته أسوأ. ففهمتوا كيف؟ فأنا إذا بدي أراقب المريض وأشوف وضعه هو كيف، بكل بساطة براقب التروبينين، كل ما التروبينين كتير معبي الدم معناها إنه هو هذا شو، لا والله في عندي موت خلايا كتير هون أنا، تمام؟ وثلاثة to protect the risk in cardiac dysfunction، برضه كمان عشان تنبأ بالخطر، كل ما كان التروبينين والمايوجلوبين والكرياتينين كاينيز بالدم أكتر معناها هون حالة المريض بتكون أخطر وأخطر، تمام؟ هلا احنا انه اللي رح نحكي عنه اكثر شيء هو الثاني اللي هو الكرياتينين كاينيز، هذا هو اكثر واحد رح نضل هلا شو نضل نسولف عنه، ماشي؟ هلا بحكوا لنا انه هذا الكرياتينين كاينيز it catalyze the creatinine kinase reaction. هذا الكرياتينين كاينيز شو وظيفته بشكل عام؟ يعني وظيفته انه هو بيحول الكرياتينين الى كرياتينين فوسفيت، ماشي؟ وشو اسم الانزيم؟ هيو كرياتينين كاينيز، فاسم الانزيم هو كرياتينين كاينيز، اسم السبستريت كرياتين، واسم البرودكت هو الكرياتينين فوسفيت. هلا هون بدنا نشوف كيف انه هذا الكرياتينين كاينيز كيف انا ممكن استفيد منه بمعرفة انه الانسان مثلا عنده جلطة قلبية او لا، تمام؟ هلا احنا حكينا هيو للتذكير انه شو هم الثري ماركرز، هم الكارديك تروبانين والكرياتين كاينيز والمايوكلوبين. مين اللي رح ناخده هلا؟ هو الكرياتين كاينيز. هلا هون شو بيحكوا لنا؟ بيحكوا لنا انه النورمال ليفل تاعهم هو انه يكون من 15 ل 100، ماشي؟ وين؟ عند الميل، ومن 10 لل 80 عند الفيميل، ماشي؟ هذا الوضع الطبيعي. هلا مرات بنلاقيه كتير كتير زاد اكثر من هيك، هون بنحكي انه الواحد غالبا صار مثلا عنده، خلينا نحكي ام اي اللي هي المايوكارديال انفاركشن اللي هي نفس الهارت اتاك اللي هي الجلطه القلبيه. خلونا نعرف كيف. هلا بيحكوا لنا اول شيء انه اكيد انا لما اقيس السي كي اللي هو نفس الكرياتينين كاينيز راح الاقي انه هو ارتفع بالسيرم، تمام؟ فانا زي ما تحكوا بالمايوكارديال انفاركشن بالجلطات القلبيه بلاقيه ارتفع. ليش؟ طبعا احنا حكيناها بس عشان نرجع نعيدها، اللي هي نفسها هاي الفكره اللي هون، انه انا والله ثواني شوي بس، انه انا عندي هون شو عندي هون القلب. هلا القلب لو خلاياه تمام بيكون مثلا الكرياتينين كاينيز بنسبة كتير قليلة بالدم، ماشي؟ أما لو أنا مثلا عندي خلايا تموت، خلايا فيها نيكروسيس، بتلاقوا إنه الكرياتينين كاينيز نزل من تيشو وين راح؟ راح الدم. فأنا بلاقي الكرياتينين كاينيز كتير زاد بالدم. ليش؟ لأنه صار نيكروسيس، صار موت بالخلايا تاعت القلب، فنزلت إنزيمات القلب وين؟ على الدم. فأنا لما ألاقي هاد الكرياتينين كاينيز مرتفع بالدم، هي زي ما بنقرأ هون انه الكرياتينين كاينيز فاليو قيمته بالدم ايش راح تكون؟ بزياده بحالات المايوكارديال انفاركشن. زي ما حكينا المايوكارديال انفاركشن يعني جلطه قلبيه، يعني خلايا القلب عم بتموت. طالما خلايا القلب بتموت معناها انزيماتها بتزيد جوا الدم، لانها طلعت من خلايا القلب نزلت على الدم، تمام؟ هلا متى ببلش هذا الارتفاع يزيد؟ خلال 3 الى 4 خلال 3 الى 6 ساعات من حدوث الجلطه القلبيه، يعني بعد 3 ل 6 ساعات لو افحص انزيمات بالدم راح الاقي كثير انه الكرياتينين كاينيز زي ما تحكوا زايد، اوكي؟ هلا بيحكوا لنا انه هذا الكرياتينين كاينيز كثير مهم، very useful to detect early cases، كثير مهم علشان شو؟ كثير مهم علشان زي ما تحكوا عمل ديتكشن انه هذا المريض عنده ام اي. فعشان هيك انزيمات القلب كتير 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 مهمة اللي بتداوم بالمستشفيات. رح تشوفوا يعني كيف انه حرفيا اول حدا مثلا بيجوا مثلا بشكوا انه عنده ام اي اللي هي مايوكارديال انفاركشن اللي هي الجلطة القلبية، اول اشي بيعملوا له اياه هو شو؟ انه يشوفوا انزيماته بالدم كيف وضعها. اذا لقوا مثلا كرياتينين كاينيز بوزيتيف، يعني كتير في ارتفاع بالكرياتينين كاينيز، معناها هذا دايركت شو بيحكوا لك؟ انه والله هذا عنده زي ما تحكوا جلطة على الأكيد، تمام؟ من خلال معرفة الإنزيمات. فليش؟ طبعا ممكن في تقنيات أخرى نعرف إنه هذا المريض مجلوط ولا لا، من ضمنها الـ ACG. شو هو الـ ACG؟ اللي هو تخطيط القلب. إن شاء الله لما تاخدوا سيستم الـ CVS رح تاخدوا الـ ACG ورح تصيروا تعرفوا تقرأوا قراءة القلب. بس الفكرة إنه هذا الـ ACG ممكن يكون أمبيجس، يعني ممكن يكون مش عارف الواحد يقرأه، فعشان هيك بضل موضوع الانزيمات كتير احسن، اوكي؟ فالانزيمات بضله احسن، او خلينا نحكي بكون واضح اكتر من الاي سي جي. بس طبعا الاي سي جي كتير 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 مهم. ان شاء الله بستاخدوا سي في اس رح تتعرفوا على الاي سي جي اللي هي هاي، بتعرفوا هاي اللي شو اسمها، بيكونوا اشي طالع اشي نازل هذا،
واللي إذا صار هيك معناها إنه الإنسان مات، هي هاي الـ ECG. فأنا من خلالها هاي كتير كتير مهمة عشان أعرف إذا المريض عنده MI وهكذا، تمام؟ أوكي، هلأ طب لنفترض إني أنا هلأ قست هذا الإنزيم اللي هو CK اللي هو الكرياتين كاينيز ولقيته ارتفع كتير بالدم، ماشي؟ طيب وبعدين إشي طبيعي خلاص رح يبلش يرجع للنورمال ليفل إذا الإنسان تعرض لجلطة ورجع تعافى، ماشي؟ طب لنفترض مثلا بعد كم من يوم رجع الانزيم كتير ارتفع، شو معنى هذا الاشي؟ معناه انه الواحد انجلط مرتين، that's it. فبيحكوا لنا هون انه second peak، يعني اذا الواحد رجع ارتفع عنده الكرياتينين كاينيز مرة تانية بعد ما ارتفع مرة اولى ارتفع مرة تانية، هذا الاشي indicate another ischemic episode. هذا الاشي معناه انه انا صار في عندي اسكيميا وشو اسمه، وانه زي ما تحكوا مره ثانيه وانقطع الدم مره ثانيه على القلب وصار في عندي شو جلطه مره ثانيه. دائما كلمه اسكيميك ابيسود معناها انه صار في عندي اسكيميا، عدم وصول دم لهذا الجزء، فهذا الجزء مات فصار في جلطه، خلينا يعني نحكي اوكي. فزي ما حكينا انه السكند بيك انه ارتفاع الانزيم مره ثانيه معناها انه انا صار في عندي اسكيميك ابيسود ثاني، اوكي. تمام، هلا بيحكوا لنا انه الكرياتينين كاينيز، اوكي انا غيرت الخط شكلي، تمام. هلا بيحكوا لنا ان الكرياتين كاينيز is not increased in hemolysis or in congestive heart failure، بس هيك معلومه انه ما بيزيد بهدول الحالات. hemolysis يعني تكسير الدم، في حالات ممكن يصير فيها تكسير لخلايا الدم الحمراء، هون ما رح يكون في زياده بهذا الانزيم ولا بين congestive heart failure. طب شو فائده هاي المعلومه؟ بكل بساطه لانه هلا احنا خلال الفيديو رح نحكي عن انزيمات بتزيد بحالات الجلطات القلبيه وبرضه كمان بالهيموليسيس والكونجستيف هارت فيلر، بس هاي خص نص اللي هي هذه الكرياتين كاينيز ما بتزيد بهاي الحالات، اوكي تمام. هلا بيحكوا لنا برضه كمان انه الكرياتين كاينيز احسن من ال LDH. ليش؟ لانه ال LDH بيزيد بحالات الهيموليسيس والكونجستيف هارت فيلر، فانا اذا شفته مرتفع معناها مش اكيد الواحد مزلوط، ممكن مزلوط، ممكن عنده كونجستيف هارت فيلر، وممكن عنده هيموليسيس. بس CK اللي هو الكرياتين كاينيز احسن من ال LDH. ليه؟ لانه بكون سبيسيفيك، متى ما ارتفع معناها على الاكيد الانسان عنده جلطه قلبيه، اوكي تمام. بيحكوا لنا انه the area under the peak، طلعوا كيف عندي هون هذه الاسمة، ماشي. peak and slope of initial rise and proportion to the size of the infarction. شو يعني هذا الحكي؟ تعالوا نشوف مع بعض. هلا هون بيحكوا لنا انه خلال ال days after infarction، خلال الجلطة القلبية والايام اللي بتكون بعد الجلطة، بيحكوا لنا عن كل انزيم من انزيمات القلب كيف بيكون مستواه بالدم. اول شيء رح نحكي عن CK اللي هو الكرياتينين كاينيز، هو بالاحمر، طلعوا كيف هيك زاد بعدين نزل، شفتوه؟ هيو هاد، هيو هاد الاحمر. هلا هذا هو الكرياتينين كاينيز. هلا هذا اكثر شيء بيكون مرتفع خلال اليوم الاول من شو اسمه من الجلطه، خلينا يعني نحكي. فهذا هو اول شيء بيرتفع، فعشان هيك احنا كثير بنهتم فيه لانه هو اول شيء كثير بيرتفع. فهو اول شيء طلعوا كيف انه هو اكثر واحد ارتفع وبرضه اول واحد ارتفع، فعشان هيك هو كثير مهم. هلا طبعا كل ما هو خلينا نحكي مثلا لو انه هو ارتفع اكثر والمساحه تحت المنحنى كانت اكبر، معناها الانفاركشن اكثر وموت الخلايا اكثر ونزول هذا الانزيم للدم اكثر، فهمتوا كيف؟ فكل ما زاد هذا الانزيم بالدم معناها الخلايا ماتت اكثر وطلعت انزيماتها اكثر، وبرضه كمان شو انه هذا الحاله المريض هذا خطيره اكثر، اوكي تمام. فبس هذا الاشي بيحكوا لنا انه الاريا اندر، هي هالاريا اندر ذا بيك اند سلوب، يعني الاريا اندر ذا هذا الكيرف، ماشي، المساحه تحت المنحنى بتكون بروبورشنال، بيكون لها علاقه طرديه مع السايز اوف انفاركشن. كل ما كان الانفاركشن وموت خلايا القلب اكثر معناها بتكون المساحه تحت المنحنى اكثر، لانه بكون كميه الانزيمات اكثر فانا برتفع اكثر وهكذا، تمام اوكي. هلا هون بس هذا الجدول بيحكوا لنا فيه عن شو، عن كل ماركر، عن كل انزيم. يعني هون في عندك الكرياتينين كاينيز، التروبونين، ال LDH، ال ST، ال AST والمايوغلوبين، كل واحد متى ببلش يرتفع؟ الكرياتينين كاينيز ببلش يرتفع بعد 3 ل 6 ساعات، التروبونين ببلش بعد 4 ل 10 ساعات، ال LDH بعد 6 ل 12 ساعة، ال AST بعد 24 ل 36 ساعة، والمايوغلوبين بعد 1 ل 4 ساعات. هلا متى بيكون البيك؟ متى بيكون قمة كل انزيم بالدم؟ السي كي اللي هو الكرياتينين كاينيز اكثر شيء بيكون
بين الساعة 18 لـ24 بعد حدوث الجلطة. أما التروبونين أكتر شيء بيكون بعد 18 لـ24 ساعة، برضو كمان نفس الشيء. LDH بيكون أكتر شيء بعد 24 لـ48 ساعة. LAST بيكون أكتر شيء بعد 4 لـ5 ساعات. والميوغلوبين بيكون أكتر شيء بعد 6 لـ7 ساعات. ماشي. هلا الديوريشن يعني قديش بيضل هو مرتفع. الكرياتينين كاينيز بيضل تقريبا 36 ل 42 ساعه مرتفع. التروبينين بيضل مرتفع من 8 ل 24 يوم. اما ال LDH بيضل مرتفع من 6 ل 8 ايام. ال AST بيضل مرتفع من 10 ل 12 يوم. والميوغلوبين بيضل مرتفع 24 ساعه. ماشي. فهاي الشغلات مهمه انه تشوفوها. طبعا نفس هذا الكيرف نفسه هون رتبوه بس زي ما تحكوا بالجدول هذا. تمام. فبس هلا بيحكوا لنا انه هلا الكرياتينين كاينيز هذا اللي احنا صار لنا ساعة عم نحكي عنه، هذا هو زي ما تحكوا الانزيم موجود بالقلب. طب هل هو بس موجود بالقلب؟ الجواب لا، موجود بالقلب، موجود بالمخ، موجود بالعضلات، موجود بالرئة، موجود بكثير أماكن. تمام. هلأ طبعاً بس كل مكان هو بيكون آيزو إنزيم بهذا المكان، فهمتوا كيف؟ يعني السي كي اللي هو الكرياتينين كاينيز له آيزو إنزيم بأماكن تانية، بس طبعاً إحنا لما بدنا نشوفه بحالات الميوكارديال إنفاركشن اللي هي حالات الجلطات القلبية بدنا نكون متأكدين إنه هذا الآيزو إنزيم تاع القلب مش تاع العضلات ولا تاع المخ. مثلاً ألاقي تاع العضلات بالدم وأحكي إنه هذا تاع القلب وأشخص المريض إنه هو مجلوط وهو عنده مشاكل بعضلاته، هذا إشي قمة يعني التفاهة بصراحة بالنسبة للدكتور. فعشان هيك أنت لازم لما تلاقي الكرياتينين كاينيز بالدم تتأكد إنه هذا الآيزو إنزيم تاع القلب مش تاع العضلات. تمام. ف هلا كيف احنا بدنا نميز بين هدول الايزوزايم؟ اول اشي بدنا نعرف انه الكرياتينين كاينيز هذا هو عبارة عن دايمر. شو يعني انه هو دايمر؟ دايمر معناها مركب بتكون من جزئين. ماشي. يعني هيك بيكون جزئين مرتبطين مع بعض، معناها دايمر معناها شو؟ ايزو الايزو انزيم تاع الكرياتينين كاينيز. فكل الايزو انزيم تاعون الكرياتينين كاينيز هم عبارة عن شو؟ هاي اقرأوا معاي، كرياتينين كاينيز is a dimer، يعني هو مركب بتكون من جزئين. اوكي. جزئين يعني دايمر. ماشي. هلا بيحكوا لنا انه each sub unit، كل sub unit مش هو two sub unit، كل واحدة من هدول sub unit has a molecular weight of 40. ماشي. يعني بكون وزنها 40. ماشي. كل sub unit. ما علينا. هلا هاد احنا كيف بنسميه الكرياتينين كاينيز؟ هلا في عند كرياتينين كاينيز موجود بالمسل بالعضلات. هاي عضلة، خلينا نحكي، ما علينا، هذه عضلة اعتبروها هاي ايد. اوكي. اللي هي مسل. وفي عندي مخ، مش عارف كيف ارسم المخ. هي مخ. تمام. هلا المخ هذا برمز له انا ابي، يعني شو؟ يعني برين، مخ. تمام. هلا الكرياتينين كاينيز اللي موجود بالعضلات شو بسميه؟ ام يعني مسل مسل، فهمتوا كيف؟ اما اللي موجود بالمخ بسميه بي بي، يعني برين برين، فهمتوا كيف؟ فانا نعيد سريعا، الكرياتينين كاينيز موجود بثلاث اماكن، بالعضلات وبالمخ. هلا بالعضلات شو بسميه؟ ام يعني مسل مسل. طب بالمخ شو بسميه؟ بي بي يعني برين برين. ماشي. طب اذا موجود بالقلب شو بسميه؟ ما عندي غير انا حرف الام وحرف البي، شو بدي اسميه؟ بسميه ام بي، فهمتوا كيف؟ فانا الام بي هو هذا اللي موجود بالقلب. فهمتوا علي ولا ما فهمتوا علي؟ هي هيك. فالكرياتينين كاينيز بتكون من تو دايمر، عشان هيك انا بحط له حرفين، تاع الهاء تاع المسل برمز لها ام ام، تاع البرين بي بي يعني برين برين. طب تاع القلب ما بحط له اتش اتش، ما في هيك اشي، شو بحط له؟ بروح بحط له ام بي. تمام. هي هيك التسمية خلص. فانتو لما احكي لكم الكرياتينين كاينيز ام بي معناها لحالكم اعرفوا انه انا عم بحكي عن مين؟ عن تاع القلب. طب لما احكي لكم بي بي معناها انا عم بحكي عن تاع المخ. طب الايزو انزيم مثلا الام ام معناها تاع العضلات. انا عدتها كتير بس عشان نضلها مثبتة. فهم 3 ايزو انزيم ان سيركوليشن، الام ام تاع العضلات، الام بي تاع القلب، البي بي تاع المخ. ماشي. طب هلا بيحكوا لنا انه هذا الام بي انا بسميه مرات الكرياتينين كاينيز 2. ماشي. هلا بيحكوا لنا انه هذا هو الهارت ايزوزايم، هذا شو بيمثل لك؟ اونلي 50% اوف توتال اكتيفيتي، يعني هذا الاكتيفيتي او الشغل تاعه بيمثل 5% من الكرياتينين كاينيز اللي برا القلب، يعني هو شغله بشكل عام بيكون قليل، مش كتير بيشتغل بالقلب. الشغل الرئيسي للكرياتينين كاينيز اكتر شيء بيكون بالمخ وبالعضلات مش بالقلب. تمام. يعني هذا الانزيم بيشتغل بالقلب بس مش كتير. اوكي. تمام. هلا بيحكوا لنا انه even doubling the value of
كرياتين كايناز 2 اللي هو موجود بالقلب، بالقلب ماشي، بحكوا لنا لو زدت انا هذا الايزوزايم اللي هو الكرياتين كايناز 2 اللي موجود بالقلب ماله، بحكوا لنا ماي نوت بي ديتكتد اف توتال فاليو اوف ذا كرياتين كايناز از استيميتد. يعني اذا انا والله ضاعفت كميه الكرياتينين كايناز اللي خاص نص مسؤول بالقلب، فهذا بشكل عام يعني بالجسم بيحكوا لنا انه مش كتير رح اقدر الاحظه ماشي. ليه؟ لانه اول شيء هو مش كتير بيشتغل هذا، فلو زودت كميته مش كتير رح يزود لي شغل ماشي. وبالنسبه زي ما تحكوا للوضع الطبيعي فهو ما رح الاقيه بالدم لانه الوضع طبيعي، وبالنسبه لشغله بالقلب فهو اساسا شغله يدوب ملحوظ يعني شغله شوي بس بالقلب. فعشان هيك انا لو مثلا كترت خلينا نحكي كميه الانزيم بالجسم اللي هو خص نص هذا تاع القلب خص نص اللي هو الكرياتين كايناز 2 اللي هو الام بي، هذا مش كتير بلاحظ تغير زي ما تحكوا كميته او الكونسنتريشن تاعه بالجسم. ليش؟ لانه زي ما حكينا شغله بالقلب مش كتير يعني بيشتغل. اوكي تمام. هلا رجعوا يحكوا لنا عنه، بحكوا لنا الام بي اللي هو نفسه تاع القلب هذا الكرياتينين كايناز اللي موجود بالقلب، بحكوا لنا استيميشن از ذا بيست دايجنوستيك ماركر ان ام اي. هون هو اهميته كثير كبيره يعني كبير كثير، هو احسن إشي او هو اكثر إشي دقيق بتشخيص الام اي اللي هي الجلطات القلبيه. هلا بس هلا بحكوا لنا مرات ممكن انا الاقي الكرياتينين كايناز زايد بالدم بس ما يكون الايزوزايم تاع القلب، ممكن الاقي مثلا الايزوزايم تاع المسل تاع العضلات. فهون شو بكون عند المريض؟ ماسكولار ديستروفي يعني ضعف بالعضلات او تكسر بالعضلات، فبتلاقي انزيمات العضلات نزلت على الدم. فهمتوا كيف؟ فممكن انا الاقي مثلا ال شو اسمه تاع القلب معناها الواحد بيكون عنده جلطة قلبية. طب انا لو لقيت تاع العضلات معناها الواحد بيكون في عنده مثلا تكسر او هزال او ضعف بالعضلات. فهم بنحكي انه الواحد عنده شو ماسكولار ديستروفي. اوكي بس شيء هاي. اما هذا شو اما هذا تاع العضلات، اما تاع القلب معناها انه الواحد عنده ام اي معناها انه الواحد مجلوط. فاذا لقيت تاع العضلات شو بكون الواحد عنده؟ احفظوها ماسكولار ديستروفي. اذا كان الواحد تاع القلب عنده هو اللي زايد معناها شو في عنده؟ ام اي اللي هي جلطه قلبيه. اوكي تمام. هلا هون شو بيحكوا لنا؟ بيحكوا لنا انه الام ام يعني مسل، فالام ام هو نفسه تاع السكيلتال مسل. هذا كتير بيشتغل، بيشتغل بنسبه تقريبا 80% ماشي من شغله يعني كتير بيشتغل. اما الام بي هذا هو تاع القلب وهذا بيشتغل بس 5% من شغل الانزيم بشكل عام، والبي بي اللي هو موجود بالبرين وهذا بس بيشتغل 1% يعني بيشتغل كتير قليل ماشي. فمين اكتر الانزيم يعني شو اكتر مكان بيشتغل فيه الانزيم؟ هو شو اسمه هو بالمسل تمام، بكون هناك كتير يشتغل وبكون هناك شو بنسميه احنا ام ام. اما بالمخ بنسميه الايزو انزيم ام بي وبكون يشتغل بس 1%. اما بالقلب شو بنسميه؟ بنسميه ام بي. وبالبرين بي بي. فهمتوا كيف؟ تمام. يعني ان شاء الله انه الموضوع كثير سهل وبسيط. هيك احنا الحمد لله شو بنكون خلصنا خلاص كل قصص الكرياتين كاينز تمام. فهو سهل وبسيط بس حكينا عن دوره كيف احنا من خلاله بنشخص الجلطات القلبيه. هلا رح نحكي عن مواد تانية او بروتينات او انزيمات تانية برضه كمان بتساعدني بعمليه التشخيص بشكل عام يعني لما انا اقيسها على النمط زي ما تحكوا الكرياتين كاينز. هلا اول شيء رح نحكي عن بروتين مش انزيم، بروتين اسمه شو؟ الكارديك تروبونين. هلا الكارديك تروبونين اقراوا اول كلمه عنه بيحكوا لنا it is not enzyme، هذا مش انزيم، هذا شو؟ هذا بروتين مش انزيم تمام. هلا بيحكوا لنا تروبونين are now accepted as label marker for MI. هذا انا بروتين بستخدمه عشان اعرف اذا الواحد مجلوط او لا، بكل بساطه بقيسه. اذا ارتفع هذا الكارديك تروبونين كون خلاص يعني زي ما تحكوا الواحد انجلط. يعني نفس فكرة بصراحة الكرياتينين كايناز نفسه مين؟ التروبونين. فالتروبونين برضو لما يرتفع معناها غالبا الواحد بيكون في عنده ام اي، بس هذا مش انزيم هذا بروتين. بدل ما يعيدوا لنا ويزيدوا لنا نفس المعلومة بيحكوا لنا measurement of cardiac troponin are among the main test، هو من اهم الاختبارات اللي احنا بنعملها to detect علشان اشوف اذا الواحد عنده شو ischemic episode يعني صار في عنده جلطة ماشي، and in monitoring يعني بمتابعة المرضى. فانا بستخدمه عشان اشخص وبرضه كمان عشان اتابع المرضى، كل ما كان مرتفع معناها هدول مثلا بكون الجلطة تاعتهم اخطر. اوكي
هيك احنا بنكون خلصنا تاني اشي اللي هو الكارديكتروبولين. تمام، هلا بدنا نشوف، يعني خلصنا الكرياتين كاينيز وبرضه خلصنا الكارديكتروبولين. هلا بدنا نشوف انزيم اخر اللي هو اللاكتيت دي هيدروجينيز اللي انا برمز له شو ال دي اتش. هلا هذا ال دي اتش في منه كتير اشكال بالجسم، وهذا موجود بالرئة وموجود بالكلية وموجود بالمخ وموجود يعني موجود بالقلب كمان، فأنا في منه أكتر من آيزوزايم. هلأ أنا شو اللي بيهمني؟ تاع القلب هذا إذا لقيته مرتفع بالدم معناه الواحد شو في عنده؟ الواحد في عنده جلطة. هلأ ممكن يكون في عنده شغلات تانية إذا ارتفع بالدم؟ آه ممكن، هلأ رح نتعرف عليه، بس الفكرة أنه فكرته تقريبا كثير قريبة على اللي بعده. هلأ هذا أول شيء الـ LDH شو وظيفته؟ وظيفته أنه هو يحول البايروفيت للاكتيت، وين مكان مكانه، سواء كان بالقلب بالمخ مش عارفة وين، وين مكان يكون شغله أنه هو يحول البايروفيت للاكتيت. ماشي؟ هلا هو النورمال فاليو له من 100 ل 200. طبعا الدكتور كان يحكي انه النورمال فاليو بشكل عام ما كتير هو بيطلبها بالامتحان. اوكي، هلا بيحكوا لنا اي زياده عن هذا الرينج ممكن انا الاقيها طبيعيه بالاطفال، فانا اذا لقيت الاطفال عندهم ارتفاع بالال دي اتش غالبا يعتبر نورمال، بس بالكبار لا. هلا ممكن برضو بعد الاكسرسايز بعد ممارسه الرياضه برضو الاقيه ارتفع، وهون بيكون طبيعي. ماشي، هلا بيحكوا لنا انه شايفين الدم مش فيه خلايا دم حمراء اللي هم ال RBC خلايا الدم الحمراء. هلا خلايا الدم الحمراء هدول بتلاقوا انه فيهم LDH اكتر 100 مرة من برا ال RBC، فال RBC فيهم كمية LDH اكتر 100 مرة من اي مكان تاني بالجسم، فهم يعتبروا مخزن لل LDH. تمام، عشان هيك طبعا لو تكسرت ال RBC رح يتعبى الدم شو LDH، فعلشان هيك بيحكوا لنا انه الهيموليسيس اللي هو تحلل ال RBC طبعا رح يكون زي انفجار ال LDH، رح يكون فيه شو بوزيتيف تيست، يعني رح نلاقي انه هو بوزيتيف بس رح يكون فولس، يعني ممكن احنا نفكر يا حرام انه المريض مجلوط وهو مش مجلوط، هو بس اللهم خلايا الدم الحمراء تاعته عم تتكسر، عم بصير له تكسر بخلايا الدم الحمراء، بس انا فكرته مثلا مجلوط لانه ال LDH زادت عنده لانها كانت موجوده بجوا خلايا الدم الحمراء اللي بعدين تكسرت. تمام، فبس هي هاي الشغلة ان الهيموليسيز اللي هو تكسير الدم ممكن يعطيني بوزيتيف تيست، بس هون بيكون فولس، يعني واحد ما بيكون مسلوط لا حرام، بيكون بس عنده تكسر بخلايا الدم الحمراء فبعطيني نتيجة بوزيتيف مع انه المريض مش مسلوط ولا اي حاجة. اوكي تمام، هلأ بدهم يحكوا لنا هون تفصيل اكتر عن موضوع الـ LDH والـ Heart Attack، كيف انها هي بتكون مرتبطة بالعادة يعني مع موضوع الجلطات القلبية. هلا بيحكوا لنا انه بالمايوكارديال انفاركشن اللي هي الام اي اللي هي الجلطات القلبيه ال ال دي اتش اكيد رح يكون بزياده. هلا ال ال دي اتش اساسا حكينا احنا انه ال ال دي اتش بيكون هذا بزياده وين وين؟ ال ال دي اتش بيكون بزياده، خليني اكتب لكم اياها. هلا ال ال دي اتش احنا خلص نص، هلا رح نحكي عنه ال دي اتش. هلا ال ال دي اتش هذا بيكون موجود بالقلب، وين برضو كمان بيكون موجود؟ وبكون برضو كمان موجود بالمسل. تمام، خلينا نحكي مسل اللي هي العضلات. هلا بال زي ما تحكوا بالقلب انا شو بسميه 4H يعني 4 هارت، اما بالمسل شو بسميه 4M. تمام، فهذه اشي كتير مهم بالال دي اتش اني انا هو اكتر شيء موجود بالقلب وموجود بالمسل. هلا اذا كان هو بالقلب انا بسميه انه انت الايزوزايم اللي اسمك 4H، اما اذا كان موجود بالمسل بسميه انه انت الايزوزايم اللي اسمك 4M. هلا من هاي التسمية استقينا اسماء تانية، يعني مثلا بتلاقوا انه في منهم مثلا بيكون اسمه 2M 2H، هاد وين موجود؟ مثلا بالرئة. فهمتوا كيف؟ هلا هو موجود باماكن تانية بالجسم؟ اه موجود، هلا رح نقراهم تحت، بس الفكره هون انه انا لما هلا اقرا كلمه هيها تعالوا مع بعض نقرا هي، في عندك هون H4 isozyme. شو يعني H4 isozyme؟ يعني باجي هون على هاي بشوف مين ال H4، هي تاعت القلب، فانا ال LDH اللي موجود بالقلب يعني ال isozyme تاع ال LDH اللي موجود بالقلب شو اسمه؟ 4H. فانا لما يحكوا لي انه ال LDH isozyme H4 موجود هذا شو موجود بالقلب صح؟ هلا بيحكوا لي بالهارت اتاك يعني بالجلطات القلبيه هذا ال H4 isozyme رح يكون زايد من 5 ل 10 مرات عن وضعه الطبيعي. اوكي يعني كتير بيزيد.
تمام. هلا بيحكوا لنا نفس المعلومه اللي فوق، انه كل ما زادت زي ما تحكوا السيرفيس اريا المساحه تحت المنحنى، وكل ما زاد ارتفاع زي ما تحكوا ال دي اس، هذا الاشي بكون بروبورشنال، يعني بكون في علاقه طرديه هيها بروبورشنال تو ذا سايز اوف ذا مايوكارديال انفاركشن. كل ما زادت المساحه تحت المنحنى وكل ما زاد كثير ارتفاع وزياده ال دي اتش بالدم، معناها انا في عندي هيها انكريز سايز اوف مايوكارديال انفاركشن، يعني زيادة كبيرة بمساحة الجلطة القلبية، فالجلطة القلبية بتكون أسوأ كل ما كان الـ LDH أكتر بالدم، أوكي؟ طب هل الـ LDH ممكن ترتفع بحالات غير الجلطات القلبية أخربط بينها وبين الجلطات القلبية؟ يس، وبكون كمان خص نص الـ H4 هو اللي بزيادة، تخيلوه؟ يعني بكون الـ H4 هو اللي بزيادة وبفكر المريض عنده جلطة وهو يحرم ما عنده جلطة، وهاي إشي سيء كتير بالـ LDH، بخليني مرات ما أثق كتير فيه. أكتر إشي بثق فيه هو مين؟ هو الكرياتينين كاينيز، وبرضه كمان مين؟ التروبونين، تمام؟ هم هدول أكتر شيء أنا بثق فيهم. أما بالنسبة للـ LDH في كتير حالات ممكن يكون زايد فيها غير عن الجلطات القلبية، زي مين؟ زي أول شيء الهيمولتك أنيميا اللي هي تكسر الـ RBC، زي ما حكينا الـ RBC تعتبر مخزن كبير فيه كتير الـ LDH، متى ما تكسرت الـ RBC بصير عند المريض أنيميا. أنيميا يعني فقر الدم. هلأ شو يعني هيمولتك؟ يعني تكسير، فأنا في عند المريض أنيميا بسبب تكسير خلايا الدم الحمراء اللي عنده، فزي هيك حالة مرضية يعني فيها كتير تكسر لخلايا الدم الحمراء، بتلاقوا انه كل دم المريض LDH من تكسر الـ RBC بس مش من الهارت اتاك، هو حرام ما عنده اي هارت اتاك بس ممكن انا اشخصه بالغلط، هيك فهمتوا كيف؟ هلأ برضه كمان الهباتو سيلولار دمج اللي هو دمج يعني تحطم بخلايا الليفر، دائما مقطع هباتو يعني ليفر يعني شو كبد، فأنا لما أحكي هباتو سيلولار دمج يعني دمج تكسر تحطم بخلايا الليفر، ماشي؟ ممكن برضو بهاي الحالة إنه يزيد الـ LDH. ماسكولار ديستروفي اللي هو تحطم المسل كمان، ممكن برضو كمان ألاقي فيه ارتفاع بالـ LDH. الكارسينوما اللي هي السرطانات، ممكن برضو كمان ألاقي فيها ارتفاع بالـ LDH. اللوكيميا اللي هي سرطان الدم، ممكن يرتفع فيها الـ LDH. واني كونديشن ويتش كوز نيكروسيس اوف بودي سيل، اي حاله ممكن تخليني يكون في عندي نيكروسيس يعني موت بخلايا الجسم، ممكن الاقي فيها ارتفاع الـ LDH. فالـ LDH مش سبيسيفيك ومش كتير اشي بقدر اثق فيه لتشخيص الجلطات. هلا هو بيرتفع بالجلطات اكيد، بس مش كل ارتفاع بالـ LDH معناها انه المريض عنده جلطات، اوكي؟ هلا بيحكون انه التوتال LDH is increased in many conditions، علشان هيك بيحكون ان LDH isozyme study is important. هلا انا اذا بس بدي اركن على ارتفاع LDH ما بحياتي رح استفيد من LDH لانه بيرتفع بمليون الف حالة، فعشان هيك انا بصير ادرس الايزوزايم، بصير بدي افرق بين LDH واعرف مصدره من خلال اني ادرس هذا LDH اعرف من هو جاي ومن وين هو جاي. فلو انا مثلا لقيت انه هو مثلا كان مثلا هو 4H معناها انا بشك بجلطة قلبية. طب انا لو لقيته مثلا والله 4M معناها لا هذا المريض عنده مثلا مسكولار ديستروفي. لو مثلا انا لقيته زي ما تحكوا خلينا نحكي 2M2H معناها هذا شو؟ معناها هذا المريض عنده مشاكل بالرئة، وهكذا. فأنا لما أعرف الأيزوزايم بعرف بالضبط مين من هدول عند المريض، فهمتوا كيف؟ يس، هي هيك من غير أي تفاصيل زيادة. هاي الصورة طبعا اللي انتو سيتوها نفسها بتبين لك كل انزيم كيف بيزيد ومتى بيزيد وبصر شو اللي هو نفسه وين موجود، موجودة هي هون بهاد الجدول، أوكي؟ هاد الجدول تمام. هلأ بدنا نحكي نكمل سواليفنا عن الـ LDH. هلأ الـ LDH ماله؟ بيحكوا لنا إنه الـ LDH إنزيم هو بيتكون من 4 سب يونيت، عشان هيك أنا بتلم بحكي 4M 4H أو مرات بحكي 2M2H لأنه هو بيتكون من 4 سب يونيت، عكس مين؟ عكس الكرياتينين كاينيز. الكرياتينين كاينيز كان دايمر، يعني كان يتكون من 2 سب يونيت، أوكي؟ تمام. هلأ سب يونيت انا برمز لها يا اما بالرمز H او بالرمز M، تمام؟ هلا H يعني انه هو خلايا القلب، اما M معناها مسكولر يعني هو من خلايا المسل، اوكي؟ تمام. هلا الموليكولر ويت تاعه هو 32، اوكي؟ وهو they are minor amino acid، ماشي؟ variation بيحكي لنا انه رح يتكون انا عندي 5
يعني خمس أشكال خلينا نحكي من وين من هذا ال LDH. فال LDH في منه خمس أشكال، خمسة isotime. هدول الدكتور حكى إنهم 100% جايات بالامتحان، أوكي؟ هاي أنا كتباها عندي إن الدكتور حكى أكيد جايات بالامتحان، تمام؟ هلا شو هم هدول؟ أول إشي في عندي ال 4H، هاي هي اللي موجودة بالهارت، ماشي؟ هاي موجودة بالقلب وموجودة بالار بي سي. فإذا ارتفعت غالبا المريض إيش في عنده؟ يا إما عنده مشاكل بالقلب، يا إما عنده تكسر بخلايا الدم الحمراء، ماشي؟ هذا هو الأول اللي هو الـ4H. هلا في غيره؟ يس في غيره أكيد، اللي هو الـH3M. هلا الـH3M هذا موجود وين؟ موجود بالمسل وموجود برضو كمان بالريد بلاد سيل، ماشي؟ أما اللي بعده هو الـH2M2، زي ما حكينا هذا بيكون باللنج. اما الام 3H هذا موجود باذر تشوب بشكل عام، الدكتور ما ذكرهم. اما الام 4 هذه موجوده بالسكيلتال مسل وبرضه كمان موجوده بالليفر. فعشان هيك هم صفوا خمسه، اللي هو هي 1 2 3 4 5. طبعا هدول مش موجودات بالسلايدات، هدول تفريغ حكي الدكتور اللي احنا حاطينه، بس الدكتور هاي حطها نوت وحكى انها على اكيد جاي بالامتحان، تمام؟ فهاي مش بالسلايدات بس اكيد الدكتور حكى انها هاي المعلومه اكيد رح تيجي بالامتحان، تمام؟ فاعرفوا كل ايزوزايم من ال LDH وشوفوا هو وين بالضبط، يعني زي ما تحكوا بيكون موجود بالجسم لانه هذا السؤال جاي بالامتحان الدكتور هيك حكى، ماشي؟ هلا بيحكوا لنا ذيس 5 فورمز، يعني هدول هاي وهاي 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 وهاي، هدول كلهم موجودات عندنا كلياتنا باجسامنا، ماشي؟ بيحكوا لنا ذيس 5 فورم ار سين ان اول بيرسونز، موجوده عند كل الناس. هلا كيف انا ممكن افرق بينهم؟ من خلال الالكتروفوريسيس اللي حكيت لكم عنه بدايه المحاضره، اللي هو كان زي سباق مثلا او شيء بيقيس حركه الانزيمات. هاي الالكتروفوريسيس اللي حكينا عنه بداية الفيديو، حكينا انه هذا مرات بستخدمه عشان افرق بين الايزوزايم. فنفس الشيء هون انا ممكن استخدمه حتى افرق بين الايزوزايمز تاعون الLDH. هلا في عنا هون هيك بس معلومة كاتبين لنا اياها، شو بيحكوا لنا؟ بيحكوا لنا انه بالعادة هذا تاع المسل اللي هو هذا ال H3M اللي موجود بالمسل وبالار بي سي بيكون تركيزه بالدم بالوضع الطبيعي اكثر من تاع القلب اللي هو ال H4، بس معلومة هيك عرفوها، ماشي؟ هلا بيحكوا لنا انه هذا الموضوع انه تاع تاع المسل يكون اكثر من تاع القلب بالدم بالوضع الطبيعي، هاد لما يصير جلطه بنعكس الحال، يعني بصير هذا اكثر من هذا. هلا بالوضع الطبيعي كان هاد اكثر من الثاني، اما لما يصير جلطه بنعكس، بصير هاد اكثر من الثاني، بصير تاع القلب اكثر من تاع المسل، اما بالوضع الطبيعي تاع المسل اكثر من تاع الهارت. فهمتوا كيف؟ موجود بالدم يعني. فبيحكوا لنا انه this pattern is reversed in MI، هذا الاشي بينعكس، انه هلا مش احنا حكينا تاع المسل اكثر من تاع الهارت، هون لما يصير جلطه هذا الاشي بينعكس بالام اي، بصير هاد اكثر من الثاني. هذا الاشي شو احنا بنسميه الفليبد باترن. فشو هو الفليبد باترن؟ بكل بساطه معناه انه انا الايزوزايم تاع ال دي اتش راح يكون بزياده بالدم اكثر من الايزوزايم تاع المسل بحاله الام اي اللي هي بحالات الجلطه القلبيه. بس طبعا علشان كل هاي القصص، لانه في منه 1000 ايزوزايم، لانه في كثير يعني بدلني على كثير امراض وموجود بكثير اماكن بالجسم، هذا الاشي قيد استخدامه بالطب وبالدايجنوستس. فبيحكوا لنا انه هو LDH limited diagnostic value، مش كتير له قيمة بالتشخيص. ليش؟ لأنه هو non-specific، لأنه هو مش كتير specific بالتشخيص، لأنه ممكن يكون بدلني على كتير أمراض، أوكي؟ تمام. هلأ هون احنا بنكون خلصنا أساس القلب وحكينا عن 3 انزيمات. شو هو كان؟ الأول كان الكرياتينين كاينيز وحكينا عنه، الثاني كان الكارديك تروبونين هو كان بروتين مش انزيم، وثالث اشي كان ال LDH اللي هو اللاكتيد ديهايدروجينيز. خلصنا كل واحد وحكينا عنه وعن الايزوزايمز تاعونه، ان شاء الله يكونوا واضحين. هلأ بدنا نحكي عن الليفر. هلأ قبل شوي احنا كنا نحكي عن القلب وحكينا القلب شو هي، زي ما تحكوا الانزيمات اللي انا بفحصها عشان اشوف اذا الواحد مزلوط. هلا في عندي انزيمات خاصه بالليفر بالكبد، ممكن انا افحصها عشان اشوف وظائف الكبد. فهدول من غير تفاصيل بصراحه بدكم تحفظوهم، بس بتعرفوا لي انه هدول الانزيمات ممكن مثلا زيادتهم تدلني انه في موت لخلايا الليفر، الليفر عم بتعاني، الليفر عم بيصير فيها نكروسس، فالانزيمات والبروتينات هاي اللي موجوده جوا الليفر عم تطلع على الدم، معناها في مشاكل بالليفر. شو هم هدول الانزيمات؟ احفظوهم ال ALT ال ALB ال NTP وال GGT، او اذا بدكم احفظوا الاسم كامل. هلا الدكتور بالمحاضرة لما قرأهم بس قرأ الرمز تاعهم، يعني ALT ALB NTP بس هيك قرأ. فانتوا اذا بدكم احفظوا الرمز او احفظوا الاسم كامل، لان لو محلكم بحفظ الاسم كامل احتياط، اوكي؟ تمام. هلا في عنا هون انزيم تاني رح نحكي عنه، شو اسمه؟ الانوليز. هلا شو هو الانوليز؟
هلا الإينوليز بكل بساطة هذا عبارة عن جلايكوليتيك إنزيم، يعني إله دخل بالجلايكوليسيس وما جلايكوليسيس، ماشي؟ هذا أنا شو بستخدمه الإينوليز؟ هذا أنا بستخدمه علشان أعرف المشاكل اللي بالأعصاب، يعني إذا الإينوليز زاد شو بيكون عند المريض؟ موت بالأعصاب، فهذا الإينوليز موجود بخلايا الأعصاب، متى ما طلع من خلايا الأعصاب وراح للدم معناها هاي الأعصاب عم بتموت، خلايا العصبية عم بتموت وعم يطلع الإينوليز منها، فهمتوا كيف؟ فالإينوليز بدلني على شو؟ على هي نيورونال تيشو، بدلني على مشاكل بالنيورونال تيشو، هاي الكلمة معناها إنه سرطان بالجهاز العصبي. فأنا هيك ممكن أندل على النيكروسيس، على موت بالخلايا العصبية أو على سرطانات بالخلايا العصبية. فهو بيحكوا لنا ممكن أنا أستخدمه كماركر فور كانسر، ماركر فور كانسر يعني مادة من خلالها إذا لقيتها بعرف إن الواحد عنده سرطان بزي ما تحكوا بنوع معين من أنواع السرطانات، فهمت كيف؟ يعني في إنزيمات بتزيد كتير بحالات معينة من السرطانات، هاي أنا بسميها تيومر ماركر أو كانسر ماركر. فنفس الشيء هون زيادة الإينوليز أنا بعتبره ماركر فور كانسر، إذا ارتفع معناها الواحد بيكون عنده غالبا نوع معين من أنواع السرطانات. زي شو؟ النيورو بدكم تحفظوهم هدول بصراحة، النيورو اندوكرين أوريجين، يعني نيورو اندوكرين تيومر، هذا اسم سرطان احفظوه، هدول تفصيلهم رح تاخذوه لقدام بالباث، بتاخذوا كل واحد من هدول السرطانات بالتفصيل الممل، بس حاليا احفظوا لي اسماء، بس هيك احفظوا لي اسمائهم، إنه النيورو اندوكرين أوريجين، يعني النيورو اندوكرين تيومر اسم سرطان، هذا بيكون إذا كان الإينوليز زايد ممكن الواحد يكون عنده نيورو اندوكرين تيومر. او ممكن يكون في عنده سمول سيل لانج كانسر، هذا نوع من انواع سرطانات الرئه، برضه كمان ممكن يكون بسبب او زي ما تحكوا يكون فيه زياده بالإينوليز. وكمان النيوروبلاستوما برضه هذا كمان نوع من انواع السرطانات، برضه بيكون لها دخل شو بارتفاع الإينوليز. وبرضه كمان الفيو كروموسايتوما برضه هذا كمان نوع سرطان بيكون الإينوليز فيه مرتفع، والمدلري كارسينوما اوف ثايرويد برضه بيكون الإينوليز فيه مرتفع. فالإينوليز وارتفاعه إشي كتير خطير، يا اما بدلك على مرض بالجهاز العصبي وموت خلايا عصبيه، يا اما بدلك على وحده من هدول السرطانات. فهدول السرطانات شو بخوفوا يعني كلهم على فكره انها خطيره، وكلهم بيكون الإينوليز فيهم مرتفع، تمام؟ هذه هي الفكره المهمه هون عندنا، اوكي. هلا في عندنا برضه كمان هون انزيم الألدوليز. هلا الألدوليز برضه كمان نفس الشيء، هذا انزيم له 5 ايزوزايم، في منه 5 اشكال. هلا هو عباره عن تيتراميك انزيم، يعني هو زي ما تحكوا بيتكون من 4 خلينا نحكي سب يونت، 4 اجزاء، ماشي. هلا هذا الألدوليز زي ما حكينا في منه 5 ايزوزايم، اوكي. زي مين اذا تتذكروا؟ زي الLDH، الLDH برضه كمان كان يتكون من 4 اجزاء وكان في منه 5 ايزوزايم، فهذا الألدوليز نفس الشيء. هلا هذا برضه كمان يعتبر جلايكوليتيك انزيم، يعني له دخل بالجلايكوليسيس وما جلايكوليسيس اللي اخذوها المحاضره الماضيه. النورمال رينج منه دكتور حكى ما تحفظوها، بس هي بشكل عام يعني من 1.5 ل 7. هلا هذه شو بتفيدني الألدوليز؟ هذه ارتفاعها بنبئني انه في عندي انا احد الامراض اللي رح نحكيها هلا. شو هي هاي؟ ممكن يكون في عند المريض ماسكولار ديستروفي، ماشي، يعني وهن العضلات هيك بسموها بالعربي، او البري مايلايتس مرض خاص، ماشي، بعدين تاخذوه بالباث ورح تنساوه، او الميازينيا جرافيس، او مرات المالتي بيسكلروسيس. فهدول الامراض احفظوهم بصراحه، انه ارتفاع الألدوليز بدلك على احد هاي الامراض، تمام؟ بس هي هيك، تمام. هلا بيحكوا لنا it is very sensitive early index in muscular wasting disease، امراض وهن العضلات، امراض اللي بيكون فيها مشاكل بالعضلات، ضعف بالعضلات، هاي الامراض كلياتها كل بساطه الألدوليز كتير مهم فيها. يعني لو اجى واحد مثلا صار له فتره مش قادر يرفع ايده، او مثلا عضلات رجله كتير بتوجعه مش قادر يحرك رجله منيح، يعني بكل بساطه هون ممكن يشكوا انه عنده مثلا مشكله او ضعف او ضمور او اشي بالعضلات. فبيروحوا اول اشي شو بيعملوا له؟ بيقيسوا له الألدوليز. اذا الألدوليز لقوه مثلا انه هو مثلا زي ما تحكوا زايد، معناها انه هذا العم ماله عنده زيادة بالألدوليز، معناها عنده مثلا ماسكولار ديستروفي، أو عنده بشكل عام يعني مثلا واستنج ديزيز اللي هي أحد مشاكل العضلات. شو هي المشكلة بالضبط؟ بنعرفها يعني أكيد هم الدكاترة بيعرفوها، بس كأشي مبدئي أول ما يجي المريض دايركت شو بقيسوا له؟ الألدوليز، عشان يشوفوا وضع العضلات عنده. إذا كان الألدوليز زايد معناها عنده أحد هدول الأمراض ومن ضمنهم مشاكل العضلات، أوكي؟ تمام. هلا هون في عندنا برضه كمان نفس هذا الحكي، بيحكولنا هون انه كل
جزء مثلا بالجسم زي الهيباتيك ديزيز اللي هي امراض شو هيباتيك ديزيز يعني امراض الليفر امراض الكبد، هدول هم الانزيمات اللي بقيسهم اذا بدي اشيك على وظائف الليفر ماشي. اذا مثلا كانوا مرتفعات معناها الواحد عنده مرض بالليفر. طيب الميوكارديال انفاركشن شو الانزيمات اللي بقيسها لما انا بدي اشوف اذا واحد مزبوط ولا لا؟ هدول الانزيمات فبدكم تحفظوا لي اياهم اللي هي الكرياتينين كاينيز والاسبرتيت امينو ترانسفيرز والال دي اتش. هدول الثلاث كثير مهمات عشان اشوف اذا الواحد هو مزبوط ولا لا ماشي. ارتفاعهم يعني انه الواحد عنده ميوكارديال انفاركشن اللي هي جلطه قلبيه. المسل ديسيز اللي هي امراض العضلات، انا اذا بدي اعرف واحد عنده مثلا مرض بالعضلات مشكله بالعضلات بقيس له هدول الانزيمات. شو هم؟ اول شيء الكرياتينين كاينيز خاص نص شو الام ام ايزوزايم ماشي، مش اروح اقيس له تاع القلب لا، بروح بقيس له الكرياتينين كاينيز تاع العضلات الام ام اوكي. وبرضه كمان بقيس له الاسبرتيت امينو ترانسفيرز، وبرضه ممكن برضه كمان اقيس له الالدوليز اوكي. اما بالنسبه للبون ديسيز مشاكل العظام هاي بقيس لها الالكالاين فوسفاتيز ماشي. اما بالنسبه للبروستاتيك كانسر اللي هي سرطان البروستاتا، هذا شو بكون زايد فيه البروستاتيك سبيسيفيك انتيجين والاسيد فوسفاتيز. هذول الانزيمات بس يزيدوا بكون الواحد عنده والله هذا النوع من انواع السرطانات. فشفتوا كيف انا الانزيمات عن جد مهمه؟ يعني انا ممكن بس بفحص انزيمات واحد او معرفه كميه انزيمات معينه بالجسم اعرف والله هذا المريض انه عنده سرطان، عنده جلطه وحالات خطيره كثير اوكي. هلا الجدول اللي جنبه برضه كمان بحكول عن فوائد او اهميه بعض الانزيمات بالتشخيص. هلا بحكولنا اول اشي اذا انا لقيت انزيم الادينوزين ماشي، وين بدي الاقيه؟ بالبلوره الفلويد. شو هو البلوره الفلويد؟ هلا البلوره هي زي كيس محيط بالرئه، فانا اذا لقيت بالسائل المحيط بالرئه، هلا الرئه في حواليها شويه سوائل انا شو بسميهم بلوره الفلويد، فانا اذا لقيت ارتفاع بانزيم الادينوزين وين خص نص جوا البلوره الفلويد اللي هي السوائل حوالين الرئه، معناها هذا المريض شو في عنده؟ تيوبركيولوسيس اللي هو مرض السل ماشي، وما بيكون في عنده مالجننت افيوجن يعني ما بيكون في عنده سرطان، مش سرطان تمام. فانا بس هون شو بيحكوا لي هم؟ بيحكوا لي يا مثلا انت اللي عم تسمعني، اذا انا زاد في عندي الادينوزين وين خص نص لازم يزيد الادينوزين؟ خص نص بالسوائل اللي حوالين الرئه، انا شو بسميهم؟ بلوره الفلويد. اذا زادوا الادينوزين بالسوائل حوالين الرئه معناها هذا المريض شو في عنده؟ مرض السل، عنده تيبركيولوسيس وما عنده مالجننت افيوجن. شو يعني مالجننت افيوجن؟ يعني سرطان. فهو ما عنده سرطان، شو في عنده؟ تيبركيولوسيس اللي هو مرض السل تمام. هذه بس هي فائده معرفه الادينوزين ونسبته بالدم اوكي تمام. هلا بدنا نشوف اللي بعده اللي هو اللاكتيت دي هيدروجينيز. هلا اذا اللاكتيت دي هيدروجينيز لقيته كتير زايد ب سي اس اف واحد اللي هو شو سي اس اف؟ اللي هو السيريبروسبينال فلويد اللي هو السائل اللي بيكون حوالين المخ وحوالين الحبل الشوكي. اذا لقيت ال دي اتش زايد فيه او بالبلور الفلويد اللي هو السائل اللي حوالين الرئه او بالاسايتيك فلويد اللي هو السائل اللي عند البطن، هذول الثلاث سوائل اللي هو السيريبرو اللي هو هاي السي اس اف اللي هو السيريبرو سبينال فلويد ماشي، اللي هو الفلويد اللي وين موجود؟ بالمخ والحبل الشوكي او بالبلوره الفلويد اللي هو حوالين الرئه او الاسيتيك فلويد اللي هو حوالين البطن. اذا لقيته زايد باي مكان من هذول الثلاث اماكن معناها شو؟ معناها انه المريض عنده اشي. خلينا نشوف شو عنده. بحكولنا انه elevated level indicate the presence of malignant tumor. شفتوا لما يزيد ال LDH بهدول الثلاث اماكن خاص نص معناها انه الواحد عنده malignant tumor. طبعا انتوا وريد اكيد ما بتعرفوا شو يعني malignant tumor، بس هذا رح يعني تزهقوا له قدام. malignant tumor يعني سرطان ماله خبيث، الله يعافينا ويعفو عنكم. هلأ السرطانات احنا بنقسمها لسرطان حميد وسرطان خبيث، اكيد كلكم بتعرفوا هاي المعلومه. هلا بالانجليزي شو بنسمي السرطان الخبيث؟ malignant tumor. طب الحميد معلومه لكم benign tumor، بس هلا انتم مش معكم هاي المعلومه، ان شاء الله بالبعثه رح تزهقوا السرطانات. بس الفكره هون انه malignant tumor اللي هي السرطانات الخبيثه ممكن انا ادل عليها بس من ارتفاع انزيم بالجسم زي ال LDH. فهون ال LDH اذا زاد وين؟ بال CSF اللي هو السائل اللي حوالين المخ والسبينال كورد، او بالبلوره الفلويد السائل حوالين الرئه، او السائل حوالين البطن اللي هو الاسايتيك فلويد، هذا معناها انه الواحد في عنده احرام شو زي ما تحكوا malignant tumor سرطان خبيث، بس مش على الأكيد لأنه هو مش كتير specific يعني، بس ممكن فهمتوا يعني هو ممكن يدلني على هيك شيء تمام. ف
فهيك احنا بنكون هدول خلصناهم، مهم كتير طبعا هدول تحفظوهم ما تنسوا. اوكي بينكم الله. هلا هون بهذا الجدول شو بيورونا؟ بيورونا بكل بساطة كل انزيم انا ممكن اساسا ما يكون عند الانسان، ممكن انا مثلا اجيب له اياه من بكتيريا بس يفيد الانسان بثيرابيوتيك يوز يعني، او ثيرابيوتيك ابليكيشن، اني انا ممكن مثلا زي ما تحكوا اعالج الانسان عن طريق اني ازيد له مثلا انزيمات معينة بجسمه، فهمتوا كيف؟ او اعالج انسان من مرض معين هو عنده عن طريق اني انا اجيب له مثلا انزيم بكتيريا احطه بجسمه، او اعالجه عن طريق اني اصنع له انزيم معين مثلا هيك اعمل له تغيرات معينة واحطه بجسمه. فانا هاي رح ناخذ هلا اسمها انزيمات معينة، يعني شوفوا مثلا هون الستريبتو دورينيز هاد انا بستخلصه من بكتيريا اسمها ستريبتوكوكاي، فهو انزيم اساسا للبكتيريا، اخذته من البكتيريا وحطيته على شكل دواء بجسمي علشان يعالج لبعض الامراض. فاحنا هلا بس بدنا نشوف كل انزيم وشو ممكن انا يعالج لي امراض. اوكي تمام. هلا اول شيء الاسبرجينيز هذا اسم انزيم، شو بيعمل؟ بيعمل لي بيعالج لي الاكيوت ليمفوبلاستيك لوكيميا، نوع من انواع السرطان. تمام. هلا الستريبتوكوكاينيز هاد شو بيكون يعمل؟ هو واليوروكاينيز هدول الاثنين بيعملوا على تكسير الجلطة الموجودة عند الإنسان، يعني بيعملها لايسز، لايسز يعني تحطيم أو تحليل، فهون هو بيكون يحلل الانترافاسكولر كلوت اللي هي الجلطة اللي موجودة جوا الوعاء الدموي، ممكن أنا أحللها زي ما تحكوا عن طريق هدول الإنزيمين. الإنزيم الثالث اللي هو الستريبتو دورينيز هذا ماله؟ هذا بيكون دي ان ايز، هذا بيكون يكسر الدي ان اي. تمام. فانا ممكن استخدمه بعض العلاجات اللي انا مثلا بكون بدي اكسر فيها دي ان اي معين زي ما تحكوا لخلايا معينه او كذا، ممكن انا استخدم زي ما تحكوا هاد شو اسمه هاد زي ما تحكوا الستريبتو دورينيز. هلا هذا معلومه لكم انا شو بستخدمه، يعني شوي هاي شيء ادفانسد مش لمرحلتكم، اني انا بستخدمه علشان اقلل زي ما تحكوا الفيسكوسيتي اللي هي الفيسكوسيتي بالعربي معناها اللزوجه تاعت شيء احنا بنسميه بس. شو هو البس؟ طبعا هذا الاشي انتوا رح تاخذوه ان شاء الله الفصل الجاي. البس هذا بالعربي معناه صديد. شو هو الصديد؟ هو مخلفات الحرب. شو هي مخلفات الحرب؟ ممكن انتم مش فاهمين اشي. البس هو نواتج الالتهاب. الالتهاب شو تعريفه؟ هو معركة بين البكتيريا أو الفيروس مع جهاز المناعة، فبينتج عنها موت خلايا وبينتج عنها كتير لايزوزوم الإنزيم، وبكون في عندي كتير خلايا عم بتموت وبكتيريا عم بتموت وهكذا. هلأ هدول الزبالة، عفوا على المصطلح، اللي طلعت بعد الحرب اللي هي الخلايا الميتة والبكتيريا الميتة وخلايا المناعية الميتة مع مثلا أجزاء من الجسم ممكن ماتت أو كذا، كلهم مع الانزيمات اللي خربت مع ابصر شو، كلهم هيك بتجمعوا مع بعض على شكل شيء اسمه بس. هلا البس هذا اذا تراكم جوا الجسم مصيبه، لانه هو عباره عن كله اشياء ميته، اشياء مش منيحه، كلها تراكمت على شكل هيك، سوري يعني مخلفات خلينا نحكي، كلها تكونت هيك مع بعض، فالبس مش منيح يتراكم بالجسم. فانا ممكن عشان اتخلص من هذا البس من الجسم، اذا الجسم ما تخلص منه لحاله بعد الالتهاب، انا استخدم مثلا زي هذا الانزيم اللي هو الستريبتوب دورينيز. هذا الستريبتو دورينيز انا بستخلصه من بكتيريا اسمها ستريبتوكوكاي، رح تزهقوها الفصل الجاي. هاي الستريبتوكوكاي باخذ منها هذا الانزيم، بروح مثلا بحطه لوكالي مكان المكان اللي كان فيه التهاب وتراكم فيه البس، فهيك انا بتخلص من هذا البس، فهمتوا كيف؟ طبعا هذا البس ان شاء الله رح تزهقوه بالباثر الفصل الجاي، والستريبتوكوكاي هاي البكتيريا برضه رح تزهقوها بالمايكرو الفصل الجاي. هلا في عنا برضو كمان هون انزيمات زي شو البنكرياتين اللي هو التريبسين واللايبيز. هدول الانزيمات بستخدمهم بحالات انه انا البنكرياس ما عم تصنع لي هدول الانزيمات، فانا ممكن استخدم يعني اخذهم من مصدر خارجي، فهمتوا كيف؟ يعني بنكرياتك انسفيشنسي انه انا زي ما تحكوا مثلا البنكرياس ما عم بصنع لي هدول الانزيمات، فممكن انا اخذهم من مصدر خارجي، وبكون اورال ادمنستريشن يعني انا باخذ هدول الانزيمات على شكل حبات او على شكل دواء باخذه بتمي. اوكي برضو كمان في عندي هون انا الانزيم اللي هو الببين، هذا الانزيم انا بستخدمه كأنتي انفلاماتوري يعني مضاد للالتهابات، وبرضو كمان زي ما تحكوا الالفا 1 انتي تريبزين هذا كتير رح تضلكم تسمعوا عنه بسيستم الار اس
ليش؟ لأنه هو هذا الإنزيم أنا بستخدمه لعلاج مرض، شو اسمه، إمفزيمة. شو هو مرض الإمفزيمة؟ هذا هو انتفاخ الرئة. يعني لو أنت مثلا هاي قصباتك الهوائية ورئتك مفروض تكون هيك، الناس اللي عندهم إمفزيمة بتلاقي إنه الرئة تاعتهم اللي راح اسمها بالنهدي تلاقيها هيك يعني مش هالدرجة لا، بس الفكرة إنه هيك بيكون الرئة تاعتهم كتير هيك منفوخة. عشان هيك أنا الإمفزيمة هو مرض انتفاخ الرئة، بتكون الرئة كتير كبيرة وكتير ضعيفة بنفس الوقت بسبب نقص الألفا وان أنتي تريبزين. فإذا أنا بدي أعالج الإمفزيمة بروح بعوض نقص بهذا الإنزيم بحيث بعطيه من مصدر خارجي، بعطي للمريض ألفا وان أنتي تريبزين. فهمتوا كيف؟ فأنا الإمفزيمة سببها نقص الالفا 1 انتي تريبزين، فانا عشان اعالجها بعطي المريض الفا 1 انتي تريبزين بمصدر خارجي. اوكي تمام. وهون في عندنا شو، هون في عندي انا ممكن اقيس كميه انزيم عشان اعرف مثلا كميه ماده بالجسم. فانا اليورياز بستخدمه لمعرفه شو كميه اليوريا بالجسم، واليوريكيز هذا انا بستخدمه لمعرفه كميه اليوريك اسيد بالجسم، والجلوكوز اوكسيديز بستخدمه لمعرفه الجلوكوز بالجسم، وهكذا احفظوا كل انزيم وعلى شو بدلني على كميه انو ماده بالجسم. اوكي لما. هلا يا اعزائي بدنا نخلص هلا هاي الفقره اللي عم تحكي لي عن موضوع شو اسمه الإموبيلايزد إنزايم. شو هم الإموبيلايزد إنزايم؟ هذول يا أعزائي بكل بساطة هم عبارة عن إنزيمات. شو إحنا عاملين فيهم؟ هلا الإنزيمات هذول خلينا نحكي مثلا أنا في عندي أنا هذا شو الماتريكس، أو خلينا نحكي مادة شو خاصيتها. أنا هي اقرأوا معاي إنسولابل ماتريكس، يعني مادة إيش أحكي لكم، الإنزيمات ما بدوب فيها أكيد تمام. فأنا هون بحط الإنزيمات عليها. زي شو انا عندي هاي الماتريكس؟ زي البلاستيك بيدز او السليولوز ستريبس، يعني السليولوز او البلاستيك ممكن انا احط فيهم شو، احط عليهم زي ما تحكوا الانزيمات ماشي، وهاي الانزيمات بتضلها ثابته ملزقه عليهم. فالفكره هون زي كاني انا عم بلزق الانزيمات على هذا السطح. طب بعدين بكل بساطه انا شو ممكن انا امرق مثلا الدم على هاي الانزيمات. هلا هاي الانزيمات مثلا لنفترض مثلا انه مر على هذا الانزيم زي ما تحكوا جلوكوز، وهو مسؤول انه يحول الجلوكوز مثلا لجلوكوز 6 فوسفات، فبيطلع منه جلوكوز 6 فوسفات بضل نازل تمام. هيك هي. او مثلا نفترض هذا الانزيم هي ماشي، هذا الانزيم مثلا مسؤول يحول لي الماده A للماده B، فهو مثلا بتجي A بحولها لB وبمرقها بنزلها. فهمتوا كيف؟ فانا من خلاله مثلا بحط مثلا خلينا نحكي كل انزيمات الجسم وبمرق مثلا الدم، فانا هيك شو بعرف كيف وظيفه خلينا نحكي الانزيمات بالجسم ماشيه، بعرف شو هي المواد اللي عم تدخل على الانزيمات وشو بتطلع البرودكت، بعرف اذا في عندي مشاكل بالانزيمات، نقص بالانزيمات، نقص بالبرودكت، نقص بالسبستريت، بس من خلال هذا الاشي. فهمتوا كيف؟ فانا زي كاني بنظم شغل الانزيمات بخليها تشتغل قدامي، هي هيك الفكره. فهمتوا كيف؟ فانا بس هون شو عملت، بس هون انا ثواني بس خليني اضبط اللون، بس الفكره هون انه انا شو حطيت الانزيمات قدام عيوني، لزقتها على انسولابل ماتريكس، وبعدين مثلا مرقت الدم. فانا هون ممكن انا الاحظ ماده غريبه بالدم تفاعلت مع الانزيم مثلا هذه بطريقه غريبه او هيك، يعني بستخدمه لدراسه الانزيمات، دراسه السبستريت، دراسه البرودكت وهكذا. فانا ممكن استخدمها هاي، بيحكوا لنا ممكن انا استخدمه used for detection of abnormal substance in the blood or urine. ممكن انا اذا مرقت مثلا من عند هاي الانزيمات اللي انا لزقتها، اذا مرت مثلا ماده غريبه رح يتفاعل مع الانزيم بطريقه غريبه فالاحظ برودكت غريب، ممكن انا هذا الشيء الاحظه. فهاي بيحكوا لنا انه ممكن to detection of abnormal substance in the blood or the urine. اوكي ممكن انا سنتج مادة غريبة، انزيم غريب، يعني في اشي مش طبيعي. فانا بالضبط هذه الاموبيلايزد انزايم فكرتها اني انا عم بشغل انزيمات الجسم بس قدام عيوني مثلا بالمختبر او كذا، فبخليها تشتغل قدام عيوني، فبشوف هي كيف تشتغل على انو سبستريت، شو البرودكت بتطلع، في مواد غريبة، في انزيمات غريبة، كله بقدر انا شو اشوفه. فممكن هيك كتير اشخص امراض من خلال هاي الشغلات. شو من اهم الانزيمات اللي ممكن تساعدني بهذا الاشي واقدر من خلالها اعرف زي ما تحكوا امراض مشاكل من خلال هذا الاموبيلايزد انزيم؟ اول شيء اليورياز والهكسوكاينيز والاميليز، هذول الثلاثه ممكن من خلالهم، من خلال تفاعلاتهم مع السبستنس والبرودكت والابصر شو، ممكن يدلوني على كثير مشاكل بالجسم. هل انتم مطالبين بامثله على الموضوع؟ لا، مش مطلوب منكم اكثر من هيك ابدا، وما حد يسالني بصراحه اكثر من هيك. ليش؟ لانه الدكتور بده يرحمكم، بده يخفف عنكم، ليش تزيدوا على حالكم؟ بس اعرفوا ان الاموبيلايزد انزايم زي كاني بجيب هيك ماده
وبلزق والله عندها شو الانزيمات ماشي، وبمرق من عندها السبستنس وبطلع من عندها البرودكت، فبشوف السبستنس كيف بدخله وبدرس كمان البرودكت كيف طلعه وبدرس سلوك الانزيمات وممكن اشخص من خلاله امراض وهكذا. ومن اهم الانزيمات اللي بتدلني هون مثلا شغلها على امراض في امراض او لا هم اليوريز والهيكسوكاينيز والاميليز. وشكرا عفوا، اكثر من هيك مطلوب منكم؟ لا. اوكي تمام. هلا في عندنا هون بدنا نحكي عن الكوانزايم والكوفاكتور. هلا بحب احكي لكم بس شغله، انه كل اللي مكتوب هون بالحرف بالملي بالسنتي بكل شيء مكتوب نصا كوبي بيست يعني زي ما تحكوا بسلايدات الكوفاكتور اللي اخذتوها انتوا قبل هيك، يعني الدكتور مش زايد ولا اي حرف، نصا نقلها من هناك وحطها لهون، يعني هو بس عامل نقل مره ثانيه لموضوع الكوفاكتور، ما زاد ولا إشي ولا نقص ولا إشي، لا نقص شوي بس زياده ما زاد ولا إشي، حتى الخرائط الذهنيه راح حطها نفسها وكل إشي حطه نفسه. فبصراحه انا ليش ارجع يعني اشرحها مره ثانيه، مع انه شرحتها بفيديو كامل تمام. فاللي نسيها يرجع يحضر بصراحه هذاك الفيديو، نفس الحكي ونفس الاستدلال وكوبي بيست ولا حكى اي إشي زياده تمام. فبس يعني هي هاي بصراحه، بس في شغلة هون انه هي هاي بس لزيادة، هي شو هي انه مش احنا حكينا انه الكو انزايم لهم نوعين، اشي بشارك بنقل الهيدروجين واشي بشارك باي اشي غير الهيدروجين. هلا اللي بشاركوا بنقل الهيدروجين هم الناد والنادبي والاف ام ان والاف اي دي والجلوتاثيون والكو انزايم كيو، هدول هم اللي بيساعدوا نقل الهيدروجين. هدول الدكتور حكى انهم هم اكيد جايات بالامتحان او هدول، فهمتوا كيف؟ بس الفكره انه هذا هيك كتير مهم وكتير جاي بالامتحان. هلا زي ما حكينا الكو انزايم في منهم زي هدول بيساعد بنقل الهيدروجين، وفي منهم بيساعد بنقل اي شيء غير الهيدروجين. هلا مين اللي بيساعد بنقل اي شيء غير الهيدروجين؟ هم الثيامين فوسفو اللي هي البايروفوسفيت او البيريودوكسال فوسفيت او الكو انزايم اي او البيوتين وهكذا. بدكم تعرفوا كل واحدة من هدول الكو انزايم وشو بتنقل، يعني مثلا الكو انزايم اي شو بينقل؟ الكاربوكسيليك اسيد. البيوتين شو بينقل؟ الكاربوكسين دايوكسيد وهكذا. هاي شو بتنقل؟ الكربون يونت وهكذا، فهمتوا كيف؟ فانتوا بدكم تعرفوا اول اشي هون انه هدول هم مسؤولين خص نص بنقل الهيدروجين ماشي، اما الباقيات بدكم تعرفوا كل واحد وشو بينقل، كل واحد وشو بينقل تمام. بس هي هاي بدكم طبعا هاي شو بدكم تحفظوها، الباقي بصراحه كوبي بيست من انزيمات الكوفاكتور والكوانزايم، فان شاء الله انكم انتم متذكرينهم، فرصه انكم شو تراجعوهم. واخر شيء طبعا سجاء الله يجزيها الخير، هيها كله حتى هذا الانزيم موجود بيبي هداك السلايدات وشرحناه بالتفصيل وحكيناه تمام. فبس هيك يعني بصراحه هاي المحاضره تكملتها هاي انتو درستوها قبل، بس راجعوها هلا تمام، نفسها ولا فرقت اي شيء. فهون سجى الله يجزيها الخير حطيت لكم كم من سؤال تختبروا فيهم انفسكم، اختبروا فيهم حالكم، واي حدا عنده اي سؤال ما تترددوا تبعتوا لنا. يعطيكم الف مليون عافيه، اي حدا عنده اي سؤال اي فيدباك اي حاجه بعتوا لنا، راح اكمل ان شاء الله معكم جزئيه الكربوهيدرات الطارئ، بعديها انا راح ارجع واكمل باقي المواضيع معاكم. بس مع هيك اي حدا عنده اي سؤال بالبايوكيمستري او مش بالبايوكيمستري باي شيء اي استشاره اي شيء طبعا ما حد يتردد يبعث لي. يعطيكم الف عافيه، السلام عليكم.